صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة عبارة عن النيرف انجريز اللي موجودة في الأبر ليمب، فالمفروض إن أنا أدخل مباشرة على النيرف انجريز وأقول لكم النيرف وبعدين الانجري بتاعته، بس أنا قلت لزمايلكم إن أنا هراجع لكم النيرفز بتاعة الأبر ليمب كله. فطبعا اللي مذاكر النيرفز هي يعني هيستفيد أكتر وهيلاقي الأمور بقت أفضل بالنسبة له. طيب تعالوا نشوف. احنا يعني انا عايزكم تفتحوا المايكات عشان هتردوا عليا، يبقى في كوميونيكيشنز بيننا وبين بعض. نيرف انجري هيبقى مانيفيستد بايه؟ يعني كلينيكالي العيان هيشتكي من ايه؟ ايه الفانكشن بتاع النيرف بالنسبه لنا في الاناتومي؟ حد يقول لي. سنسوريوم ايوه، ستيميوليشن سنسوري احساس وحركه وموتور، تمام. يعني وايه كمان؟ المسلز سنسوري وموتور، وايه كمان؟ موفمنت موتور. حركه ما هو الموفمنت هي الموتور واوتونوميك نيرفس سيستم، مش خدتوها في الفسيولوجي وخدتوها معانا في الاناتومي في البدايه، ايوه سواء سمباثيك او بارا سمباثيك بيمشي عن طريق النيرفز. يبقى انا لو في نيرف انجري هتبقى مانيفيستد بي لوس اوف سنسيشن، ان العيان هيشتكي ان المنطقه دي ما عادش بيحس منها. طيب العضلات هيحصل لها ايه؟ باراليسز. طب انا لما في عندي عضله يحصل لها باراليسز، ما عادتش بتتحرك، فاوتوماتيكالي بعد فتره بيحصل لها اتروفي، والاتروفي ده بيؤدي الى حاجه اسمها ديفورميتي. كلمه ديفورميتي يعني عاهه، الاقي الشخص ده ايده او رجله او اي الجزء اللي اتشل عنده في جسمه بيحصل فيه تغير في الشكل، فبنسميها ويستنج اوف الباراليزد ماسل، يعني ضمور في العضلات يؤدي الى ديفورميتي. يبقى اي نيرف هنتكلم عليه هنتكلم على الثلاث حاجات دول. طيب تعالوا مع بعض نبدا من البدايه خالص. الاوريجين بتاع النيرفز اللي موجوده في الابر ليمب هي مين؟ البريكيال بليكسس. طب البريكيال بليكسس بتتكون من ايه يا شباب؟ حد يقول. روت ايوه كارد ثلاثه كارد روتس طالعه منين؟ لا دي اللي انتوا بتقولوا عليها دي اسمها الستيجز، انما انا عايز هي طالعه منين، يعني الاوريجن بتاعها طالعه منين، من سي كام وكام. السيرفايكل سي 5 تي 1. ايوه اللور، اللور 4 سيرفايكل وفيرست ثوراسيك، يعني السيرفايكل 5 و6 و7 و8 والتي 1 يوجوالي، يعني كل الناس ده التركيب بتاعهم. بعض الناس بيشترك معاهم تي 1 تي 2 اسف، وبيشترك معاهم سي 4، بس احنا خلينا في الاصل اللي هو اللور فور سيرفايكال والفيرست ثوراسيك. طب هو عباره عن الانتيرور برايمري ريموس، ده كده السباينال كورد اهو، بيبقى له فنترال روت ودورسال روت يتحدوا يعملوا الترانك، وبعدين الترانك ده بيتقسم لانتيرور برايمري او فنترال ريموس، واللي ورا ده اسمه دورسال ريموس. البريكال بليكسس متكونه من ده اهو، اللي هو الفنترال ريماي او الانتيرور برايمري ريماي. طب حد شاطر يقول لي ايه ده وايه دي؟ يلا الدوائر اللي فوق جانجليون. ايوه دي جانجليا، يبقى ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ مش انتوا خدتوا حاجه اسمها سنسوري موتور روت بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك؟ ايه ما هم دول بقى بنسموهم الريماي كوميونيكانس، بنسميهم كده بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك اللي رايحين للسمباثيك تشين. طيب وده الدورسال ريمس اللي راح يغذي العضلات بتاع الظهر والجلد اللي فوق الظهر، انما احنا عايزين بقى ده اللي اسمه الفنترال ريمس او الانتيرور برايمري ريمس، ولا اشترك في البريكال بليكسس. طيب تعالوا نشوف مع بعض اهو الستيجز بقى. زي ما انتوا قلتوا كده في ستيجز اوف مين؟ الروتس. الروتس موجوده في النك، وبعدها الستيجز اللي بعدها دي ستيجز اوف ترانكس موجوده في النك. ستيجز اوف الديفيجن، مين العظمه دي يا شباب؟
behind the clavicle. ولذلك الكلافيكل لما بتتكسر احنا بنخاف على حاجتين. مين الارتري ده؟ ده الاول ده subclavian artery وبعدين axillary ده. طيب فبنخاف على subclavian artery وعلى الديفيجنز بتاعت البريكيال بلكسس. طب بعد الديفيجنز بلاقي مرحلة الكوردس. كده احنا في الاكسيلا يبقى الكوردس والبرانشز في الاكسيلا. معايا يا اخوانا لحد دلوقتي؟ كلام كله مفروض ان انتوا خدتوه قبل كده. الاصفر ده مرحلة الروتس، ده كده مرحلة الترانكس، مرحلة الديفيجنز، مرحلة الكوردس، واخيرا مرحلة الايه؟ البرانشز. طيب تعالوا مع بعض، 5 و6 يتحدوا مع بعض يعملوا لي ايه يا شباب ده؟ upper trunk. طيب الابر ترانك ده طالع منه نيرف اهو ونيرف. حد عارف النيرفين دول مين اللي بيطلعوا من الابر ترانك؟ ايوه سبك كليفيس سوبرا وسب سوبرا سكابيولر وسب كليفيس. النقطه دي يا رجاله او يا شباب النقطه دي بنسميها إربس بوينت. يبقى الإربس بوينت دي نقطة هنا فين؟ على الأبر ترانك اللي بيطلع منها النيرفين دول قصادها. يبقى ده الأبر ترانك. يبقى 5 و6 يعملوا لي أبر ترانك. 7 زي ما انتوا شايفين لوحده بيعمل لي الميدل ترانك. 8 و T1 يعملوا لي يا شباب؟ لور ترانك. طيب كل ترانك هيحصل له إيه؟ يتقسم لأنتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. anterior division و posterior division. وزي ما اتفقنا الكلام ده بيحصل ورا الكلافيكل. لم الانتيرور ديفيجن بتاع الابر ترانك والميدل عشان يعملوا لي واتس كولد لاترال كورد. لاترال كورد البوستيريورز مع بعض يعملوا لي البوستيريور كورد. طب الانتيرور بتاع اللور ترانك لحاله يعمل لي الميديال كورد. يبقى دي مرحله الكوردس اوف البريكيال بلكسس. طب بصوا الكوردس كده تلاقوهم ادوني كام برانش كبار؟ 1 2 3 4 5. انا بسميهم الماجنيفيسنت 5. الخمسه الايه؟ العظام زي ما بيقولوا عليهم بالعربي. الخمسه دول عباره عن مين؟ فروم لاترال تو ميديال. اول واحد اللي هو الماسكولوكوتينيوس نيرف. الاثنين التوأم دول اللي هم طالعين من البوستيرور كورد، واحد كبير واحد صغير. صغير ده الاكسيلس والكبير راديال ميديال. اللي عامل زي حرف الواي ده اهو ده الميديال نيرف. واخيرا الالنر نيرف. دول الخمسه العظام اللي احنا دايما بنتكلم عليهم في النيرف انجري وبنتكلم على كل واحد فيهم. لحد دلوقتي الكلام كويس يا شباب؟ دكتور بس اللي هيطلع من الترانك سب سكابيولر وسوبرا سكابيولر صح؟ اه سوبرا سكابيولر والسب كليفيس نيرف تو سب كليفيس مصر. تمام شكرا. عفوا. ايه الكوزز من وجهه نظركم للانجري اوف البريكيال بلكسس؟ فراكشر للكلافيكل. ممتاز. بوند ديسلوكيشن. جميل. ايه كمان؟ سيرجري. جميل. ممكن ضربات خارجية زي حادث. حادث. جميل. أو طعن. طيب لما يكون عندي طفل طفل لسه مولود بقاله أسبوع ولا عنده إنجري في البريكيال بلكسس يسببها إيه؟ هذه لما يطلع من يسبر راسه سحب طريقة خطأ نفس الرأس. آه يبقى ده خطأ أثناء عملية الإيه؟ الولادة. الولادة الدكتور وهو بيشد الطفل عشان يولده تعامل بعنف شوية. فالتعامل بالعنف ده أدى إلى إنجر البريكيال بلكسس. يبقى during child birth. طيب إمتى أنا هتعامل بعنف شوية؟ الدكتور ده إيه اللي اضطره يعمل بعنف؟ في عندي بعض الحاجات زي اللارج بيبس. الولد ده لسه مولود. شايفين حجمه قد إيه؟ مقارنة بده. فطبعا ده هو بيتولد مفروض ان انا من البداية بقول ان هو هيتولد سيزيريان عشان اخلص القصة. بس انا
اضطريت ان انا الدكتور ولده طبيعي فبيشد راسه فممكن يزيد الريسك اوف البريكال بريكسس انجري. البوزيشن طفل بدل احنا الطبيعي ان احنا بننزل بالهيد لا يبقى نازل بالبريتش اللي هي المقعده بتاعته فده برضو بيزيد ان هو هينزل في الاول بدي يعني رجليه الاول ووسطه وراسه هتبقى اخر حاجه تنزل ايه اثناء الولاده فلذلك ممكن يتشد الراس الدكتور بيشد جسم الطفل فيقوم يعمل انجري دي. برولونجد ليبر ست قاعده تولد ولاده طويله قوي 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 فممكن يحصل انجري برضو الدكتور بيبدا يتوتر فيبداوا ايه يشدهم بطريقه اسوا او بقوه فيؤدي الى انجري للبريكال بليكس. السلايد دي والسلايد اللي بعدها بس جاست كده ايه نقراها بس وخلاص يعني زي ما انت قلتوا في الادلت بقى تروما واحد وقع موتور فيكل اكسيدنت على موتوسيكل ما اعرفش تقولوا عليه ايه موتوسيكل بتقولوا عليه هنا موتوسيكل دباب بتقولوا عليه دباب الموتوسيكل الاثليتيك يعني اظن الاثليتكس بتشوفها كتير جدا انجري اثناء الفوتبول او اي حاجه او اللعبه اللي بيسموها الركبي لو انتوا عارفينها اللي هي اللعبه الامريكيه لو بيدخلوا في بعض الهوكي بتاع الجليد او الهوكي العادي بيخشوا في بعض ويضربوا بعض جامد فكل الانجريز ديت بتحصل اثناء الايه السبورتس. الجان شوت لو قدر الله لو حد اتعرض ان يعني الرصاصه حظه جت فين في قلب البريكيال بليكسس اثناء السيرجري انا كدكتور اللي عملتها وانا كنت السبب فيها كانسر انتوا عارفين الكانسر بيعمل في الاول انفيجن للمنطقه اللي هو فيها وبعد كده يبدا يعمل ميتاستاسيس فاثناء الانفيجن للمنطقه اللي حواليه عمل انفيجن للبريكيال بليكسس. حد بياخد راديو ثيرابي فالراديشن تبدا تدمر النيرفز اللي موجوده. في بعض الاحيان ودي حاجات فيري رير ان يحصل اوتو اميون فالاميون سيستم يهاجم البريكيال بليكسس يبقى ده الكوزز اوف انجري اوف البريكيال بليكسس ودول جاست بس ان احنا نعرفهم كده يعني برضو دي نعرفها كده برضو. المايوتومز ان كل حركه بتحصل في الابر ليمبو في اللور ليمبو في جسمنا لها روت فاليو بنقول عليها ايه روت فاليو. الابدكشن للشولدر المسؤول عنه سي 5 الفليكشن للشولدر مسؤول عنه سي 5 برضو اكستنشن وادكشن للشولدر 6 و7 و8 الالبو 6 يعني انا لو عندي بيشنت مش قادر يعمل البو فليكشن يبقى معنى كده كدكتور اعصاب بشخص الحاله ان الطفل الشخص ده عنده مشكله في الفليكشن اوف ذا البو يبقى عنده مشكله في سي 6 هي دي خلاصه الكلام ده عشان بس ايه ما نضيعش فيها وقت كتير. والسوباينيشن والبرونيشن والريس كل حاجة منهم ايه معروف القصة بتاعتها مين اللي بيعملها كده اللي بنسميها المايوتومز. طيب في عندي حاجة كمان انتوا عارفين دكاترة المخ واعصاب بيكشفوا كده بايه عارفين ديت بنسميها احنا ميديكال هامر بيعمل ضغط معين كده بنضرب بطريقه معينه اللي انتوا دايما بتشوفوها في الافلام وتشوفوها في التهريج اللي هو ايه بيعمل على ركبته او بيعمل في اماكن معينه دي هتاخدوها السنه الجايه بالتفصيل اسمها التندون جيرك فدي برضو من ضمن الحاجات بتاع البايسبس لما انا اعمل الجيرك بتاع البايسبس واضرب بالشاكوش ده على التندون بتاع البايسبس فبيحصل كونتراكشن للبايسبس لو ما حصلش كونتراكشن للبايسبس يبقى انا عندي مشكله في 5 و6 البريكيوراديالس العضله اللي اسمها البريكيوراديالس واحنا اتفقنا مع الشباب دي لازم هتيجي في الامتحان الايه الاوسكي بالنسبه للطالبات قالوا لكم ان في حاجه سؤال بيجي اسمه ديمونستريت الاكشن اوف ذا ماسل اون يور سيلف ايوه طيب عشان السؤال ده بيجي في الاختبار كتير جدا وعليه درجه اكتر من المعلومه يعني انا بقول قولي لي النيرف سبلاي بتاع البريكيوراديالس هتقولي الراديال نيرف دي على درجه لما اقول لك ديمونستريت الاكشن اوف بريكيوراديالس اون يور سيلف دي على درجتين فعشان كده مهم جدا ان احنا نعرف كل حركه بتحصل ازاي وشكلها ازاي في جسمي انا بضرب على التندون بتاع البريكيوراديالس هنا فده بيبقى مسؤول عنه سي برضو 5 و6 الترايسبس بضرب على الترايسبس تندون هنا فده 7 و8 تعالوا بقى نمسك بقى البريكيال انجري يا اما حد قدرا كده حظه سيء والهول بليكسس اتقطعت
طيب هي البريكيال بليكسس مش هي المسؤولة عن تغذية كل العضلات بتاعت الأبر لمب؟ ولا في استثناء؟ في استثناء. إيه الاستثناء؟ أيوة الوحيدة في الأبر لمب اللي ما بتتغذاش بالبريكيال بليكسس هي الترابيزيوس. طيب وفي انجري للأبر ترانك وانجري لللور ترانك. طيب تعالوا نمسك زي ما انتوا قلتوا لي كده الهول بريكيال بليكسس، كل العضلات هتتشل اكسبت مين؟ الترابيزيوس، لان النيرف سبلاي بتاع الترابيزيوس اسمه ايه؟ سباينال اكسس. طب بالنسبه للسنسيشن بصوا معايا كده، الحته دي اللي هو السكن اوف ذا ميديال سايد اوف ذا ارم، دي ايه ده يا شباب؟ مش دي الاكزيلا؟ في نيرف بيجي من السوركس، نيرف بيجي من السوركس اللي هو T2 بيغذي الحته دي بنسميه انتركوستو بريكيال نيرف، اسمه انتركوستو. انتركوستو يعني جاي منين؟ من بين الضلوع، وبريكيال يعني ارم، فاسمه انتركوستال بريك، ده T2. طيب الجلد ده اهي، العضله دي مين دي؟ مين يا شباب العضله دي؟ deltoid. skin over the upper part of deltoid ده C4. يبقى whole upper limb هيحصل loss of sensation except the skin over the upper part of the deltoid ده C4، وال skin over the medial side of the arm اللي هو متغذى ب T كام يا شباب؟ T2. طيب T2 ده أو T1، حد فاكر السمباثيك في الفسيولوجي كان بيطلع منين؟ من ال مش كان في كلمة مشهورة كده الباراسمباثيك كرانيو ساكرال والسمباثيك سوراك ولمبر، مش كانت الكلمة دي خدتوها؟ أيوه. سوراك يعني T1، ابتداء من T1، فابتداء من T1 في سمباثيك طالع من T1، وT1 داخلة في البريكيال بليكسس، ولذلك لو حصل انجري في الهول بريكيال بليكسس ممكن يحصل واتس كولد هورنر سندروم. حد عارفها؟ ايوه قوليها كده اتفضلي. هيحصل ايه؟ العين بيشتكي من ايه؟ الفيس والاي مانجليكم وجفاف ضمور في الجهه اللي انضربت الدكتور. لا توسس ومايوسس. ايوه ممتاز، توزس مايوزس وان هيدروسس وان فان هيدروسس وان اوف سالمس، كل دي مانيفيستاشن اوف لوس اوف السمباثيك. ادا تي واحد اهي، فتي واحد مفروض ان هي بتعمل ريمايكومينيكانز تروح لحاجه اسمها انفيرو سيرفايكال جانجلا، وبعدين تطلع للسوبيرور، ومن السوبيرور بتطلع حوالين ارتري معين كده هتاخدوه السنه الجايه، وبعدين تروح للعين اهي. لو حصل انجري في تي 1، طب تي 1 دي اصلا كانت بتشترك في انهي ترانك يا جماعه؟ اللور ترانك. عشان كده لما اجي اقول الانجري بتاع اللور ترانك المفروض ان انا ازود عليها هورنر سندروم، بس احنا هنا بنتكلم على الانجري للهول بليكسس. يبقى انتربشن للسمباثيك، وزي ما انتوا قلتوا كده لو بصيتوا ما اهو العين دي هتلاقي فيها ايه مقارنه بدي؟ في ارتخاء في الجفن عن هنا اسمه بارشيال توزس. توزس يعني ارتخاء في الجفن. طب البيوبل بيوبل كونستريكشن بيوبيلاري كونستريكشن اسمها مايوزس. الشخص ده الاقي ان النص الوجه دوت ما بيعرقش لان السويت جلاند بتتغذى بالسمباثيك. طيب وان اوف سالموس الاقي عينه دي داخله لجوه شويه، يبقى هلاقي هنا توزس مايوزس انهايدروزس يعني ما فيش عرق، وفلاشنج. فلاشنج يعني ايه؟ مش السمباثيك بيعمل ايه للارتريز؟ ما هو السمباثيك بيعمل ايه للارتريز؟ كونستريكشن فازو كونستريكشن. طب السمباثيك راح يبقى يحصل ايه للارتريز؟ فازو دايليتيشن. ده يؤدي الى ان الجلد بتاع الشخص ده الدم اللي تحت منه كميته كتيره فيحصل له فلاشنج، يبقى لونه احمر، الاقي نص وشه احمر والنص التاني عادي. انه في سالموس عينه داخله لجوه نتيجه ان الارتريز والفات اللي ورا العين
بتعتمد على السمباثيك، فالسمباثيك لما راح العين هترجع لورا شوي. تمام، يبقى ده الصوره اهو، ده اللي فيه توزس وفي هنا مايوزس، وزي ما انتم شايفين ان حادي فيها عرق، ان حادي ما فيش فيها. تمام، يبقى ده الهورنر سندروم. طيب نبدا بقى في الابر ترانك. اكتر سبب بيؤدي الى الابر ترانك انجري هي مين يا شباب؟ البيرس انجري. زي ما انتم شايفين كده اهو، الطفل لما بيتولد انتم خدتوا الليبر صح؟ ايوه مين المفصل ده يا شباب؟ المفصل ده مين؟ اللي هو السيمفيسس بيوبس. سيمفيسس بيوبس، وهنا العظمه اللي اسمها ايه دي؟ السكرم. ومين؟ السكرم والكوكسس. الكوكسس. طيب لما خدنا البلفس لو انتوا فاكرين قلنا ان الكوكسس في الستات موفابل صح؟ صح، قلنا بتتحرك. ايوه، فانتوا تخيلوا الطفل ده هو جاي ينزل تلاقي الكوكسس دي تقوم راجعه لورا شويه كده فتوسع المسافه. طب بس انا حاله زي دي كده، كتف الولد زي ما انتم شايفين، ها مين العقبه اللي واقفه قدامه؟ انا بمسك راس الطفل زي ما انتم شايفين كده وبنزل راس الطفل لتحت شويه عشان اعدي مين؟ الشولدر من السيمفيسس بيوبس. وضحت كده؟ ده الطبيعي. طب لما الكتف ده يعني يكون حصل له امباكشن او وات از كولد ديستوشيا او ديستوكيا، يعني مش عارف عايز اقولها بالعربي ايه، احنا نقولها بالمصري كده انحشر، معرفش باللغه بتاعتكم هنقولها ايه؟ انحشر برضه. انحشر يعني حصل انحشر في بعضه خلاص ما عادش راضي يتحرك، فانا الدكتور بدا يتوتر فبدا يشد راس الطفل ايه لتحت بقوه، فراح عامل ايه في الابر ترانك زي ما انتم شايفين في الصوره كده قطع. طيب مفروض ان انا بعد ما عديت الكتف ده، يعني هو هنا الكتف ده عدى من دي اهو، مفروض برفع الراس كده عشان ايه اعديها من السكرم والكوكسكس، فبرضه تعامل بعنف فراح قاطع الابر ترانك. ودي صوره طبعا عشان ما تنسوهاش اهو. طبعا دول مستعملين ايه في ايديهم؟ حد عارف ده ايه؟ الشفاطه؟ لا ده مش الشفاط، ده حاجه شبه الشفاط بيسموها فورسبس. كل الدكاتره بتوع الولاده بيستعملوا الفورسبس ده عشان يشدوا الطفل، فبيتحط بطريقه معينه كده ويلف حوالين راس الطفل. بس الفكره ان اللي انا وانا بتعامل بادميه وبحرفيه، تمام، بحيث ان انا ما اذيش هذا الطفل. يبقى الكوز اوف الابر ترانك بيرس انجري اللي هي الشولدر ديستوشيا او ديستوكيا. طيب احنا اتفقنا النقطه دي، فاكرينها اللي انا سميتها لكم ايه دي في الابر ترانك اللي طالع النيرف فوق اهو النيرف تحت اسمها ايربس بوينت. إيربس بوينت. طيب المانيفستيشن من الأبر ترانك سنسوري لوس اوف سنسيشن من اللاترال سايد اوف الارم والفور ارم. بصوا كده، ده كده اللاترال سايد بتاع الارم وبعدين الفور ارم، وده اللاترال سايد بتاع الارم والفور ارم اللي هو باللون الاصفر، دي خمسة ودي ايه؟ ستة، والأبر ترانك مكون من خمسة وستة صح؟ يبقى انا هاجي على، طبعا انا لو هتكلم على حد كبير باجي ان انا المفروض ان انا بمسك زي دبوس كده، وهتاخدوا الكلام ده السنه الجايه ان شاء الله، وببدا اكشف على البني ادم اقول له حاسس؟ هيقول لي حاسس، هيجي هنا مش حاسس، يبقى كده في انجري، يبقى لوس اوف سنسيشن من اللاترال سايد بتاع الارم والفور ارم، ده كده السنسوري. المانيفيستيشن الثانيه، المانيفيستيشن الثانيه الايه؟ الطفل ده هتيجي الام تشتكي من ايه يا شباب؟ ايه رايكم بالمنظر ده كده؟ الام تيجي تشتكي من ايه؟ اعاقه في اليد ما يقدر يتحرك. هتقول الولد ده او البنت دي ما بتحركش دراعها خالص يا دكتور، ودايما حاطه دراعها جنبها كده. تمام، طيب المنظر اللي انتم شايفينه ده بالنسبه للشولدر في ابدكشن ولا ادكشن؟ ادكشن. بالنسبه للالبو في اكستنشن ولا فليكشن؟ اكستنشن. بالنسبه للريست في فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن. بالنسبه للفينجرز فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن. طب في برونيشن ولا سوباينيشن؟ برونيشن. برونيشن. الكلام اللي انتوا قلتوه ده
هي دي المانيفستيشن بتاعة الموتور مانيفستيشن. الشولدر فيه ادكشن لان الاب دكتورز اوف ذا شولدر حصل لهم باراليسس. طب في اكستنشن في الالبو لان الفليكسورز بتاع الالبو حصل لها باراليسس. في فليكشن للريست لان الاكستنسورز اوف ذا ريست حصل لها باراليسس. في فليكشن للفينجرز لان الاكستنسورز اوف ذا فينجرز حصل لهم باراليسس. في برونيشن لان السوبيناتورز ماسلز حصل لهم باراليسس. وضحت كده يا شباب؟ يبقى كويس جدا الصوره دي ما تتنساش. اهو الارم از ادكتد وميديالي روتيتد والالبو اكستندد او الفور ارم اكستندد وبورونيتد والريست بيبقى فليكسد. عايز تزود عليها كمان الفينجرز مفيش مشكله. دكتور عندي سؤال اذا ممكن. اتفضل يا حبيبي. طب ليه ما يكون العكس بما انه كل العضلات هي يعني كلها فيها شلل؟ هيبقى كلها فيها شلل ليه؟ انه البريكر بلكسس تغذي كل اليد؟ لا مش كل اليد، احنا بنتكلم في الابر ترانك بس. ولو انت خدت بالك في سلايد انا قلت لكم ايه، انا اعرفها بس اللي هي كان اسمها المايوتوم، فاكرها لما قلنا الابدكشن بتبقى سي 5 مش عارف الادكشن ب 6 و7 و8 وهكذا. فالفايبرز بتاع البريكر بلكسس بتبقى رايحه لعضلات معينه وبناء عليه بنبدا نقول العضلات دي هيحصل لها باراليسس. نعم شكرا. ادكشن للارم لان ايوه اتفضل. معلش بس السلايد اللي قبل هل هي النيرف ولا الماسلز اللي صار لها برالس؟ هو النيرف اللي هو اللور ترانك اتقطع، فاحنا اتفقنا في بدايه المحاضره ان اي نيرف يتقطع بيحصل لوس اوف سنسيشن وبيحصل باراليسز للماسلز وبيحصل ويستنج اوف البارالايزد ماسل اللي هي تؤدي الى ديفورميتي. مش قلنا اي نيرف هيتقطع هيديك الثلاث حاجات دول؟ طب هنا السنسيشن احنا قلنا ان الشخص ده مش هيحس بالجلد في اللاترال سايد بتاع الارم والفور ارم. طب الموتور هيحصل باراليسيس، فانا عشان ما اقولكش تقعد تحفظ اسامي تقعد تحفظ العضلات فبقولك احفظ الصوره بتاعت الطفل ده وابدا قول ان عنده ادكشن في الارم لان الابدكتور اوف ذا شولدر حصل لهم باراليس، ميديا روتيشن لان اللاترال روتيتور حصل لهم باراليس، اكستنشن في القلب لان الفليكسورز حصل لها باراليس، برونيشن لان السوبيناتورز حصل لها باراليس، فليكشن في الريست لان الايه الاكستنسورز حصل لها باراليس. ده التفسير بتاعها. المنظر ده بقى الديفورميتي اللي انتوا شفتوه ده اسمه اربس بولسي. بولسي يعني شلل، والراجل اللي وصفه اسمه ارب دوشين فسماه الاسم ده. على فكره انا عايزه، يعني احنا دايما الاسماء احنا ما بنهتمش في الاناتومي باسامي العلماء، يعني لان كل حاجه في الاناتومي متسميه بين قوسين اسم عالي، فعشان كده ما بهتمش بيه الا في الانجري. هتلاقونا بنهتم بالاسم لان هو ده الاسم المتداول، اربس بولسي. المنظر اللي انتوا شفتوه ده بيسموه بوليسمان اويتر تب باراليسيس. تب يعني ايه؟ بقشيش. الله ينور عليك البقشيش. هنا البوليسمان تب باراليسيس ده هتبقى رشوه، انما الويتر اللي هو مين؟ النادل او الجرسون. النادل او الجرسون او النادل باللغه العربيه. فده الويتر تب باراليسيس ده هيبقى بقشيش، انما البوليسمان تب باراليسيس ده هتبقى رشوه. فكان في شوف كان الطفل ده بياخد حاجه ايه. طبعا اللي هيركز في الولد ده هيلاقي فيه عنده ايه، يمين يسار في الاسنان، وايه حد ذكي كمان يجيب له حاجه كمان في الاسكابيولا ممكن الفيس يعني. شفته يا دكتور اليمين تاس. تاس. الفيس بتاعه شوفوا الفيس كمان فيس فيه مشكله كمان. تمام، يعني دي غالبا هتبقى مشكله سنترال، يعني هيبقى عنده مشكله في المخ. ده بقى الحاله بتاعتنا بسيطه واضحه جدا اهوت المنظر الصوره ده مش عايزه يتنسى. طيب تعالوا نشوف، لان انا ممكن اجيب لكم خدوا بالكم في الاختبار اجيب لكم صوره، يعني المره دي في الاوسكي في صور هتيجي وهتيجي من المحاضرات. المرض اسمه ارب دوشين بولسي او اربس بولسي بريكيال بليكسس بيرس انجري او بوليسمان تب باراليسيس. اهو الصوره هيت بالكرتون كده
waiter tip اهو porter tip paralysis كل دي اسامي للابر ترانك انجري. يبقى انا عايز اول ما اقول لك ابر ترانك انجري تقول لي بوليسمان تيب باراليسيس او ويتر تيب باراليسيس او ايربس باراليس. في اي سؤال في الابر ترانك؟ ها اي سؤال يا شباب؟ طيب اتفضل. اللور ترانك بقى حد شاطر كده يقول لي اللور ترانك كان له علاقه بعظمه كده من الصور مين اللي تحتها؟ زلة. ايوه في حد قال كلمه صح كده عظمه الفيرست ريب. الفيرست ريب طيب ده الفيرست ريب يا شباب في حاجه غريبه كده ده بما ان ده الفيرست ريب يعني دي تي 1 الفيرست ثوراسيك ديت سيرفايكال رقم 7 لقيت سيرفايكال رقم 7 طالع منها ضلع زياده الضلع الزياده ده بنسميه سيرفايكال ريب شفتوا عمل ايه في اللور ترانك رفعه لفوق كده عمل الانجيوليشن ده مع الايام يبدا اللور ترانك يحصل له انجري يبقى اما بيرس انجري زي ما انتم شايفين كده الدكتور بسم الله ما شاء الله دراع الولد نزل في الاول فراح شادد دراع الولد جامد فبيقوم قاطع اللور ترانك او سيرفايكال ريب وذس از موست كومن ان فيميل في الستات بيبقى اكتر من الرجال بيبقى عندهم ضلع زياده او ان انا طالع على سلم وبعدين السلم بدا يقع فانا مسكت في الحاجه اللي فوق فجسمي باتجاه الجاذبيه الارضيه الوزن بينزل لتحت ودراعي مازال فوق فبيعمل انجري اللور ترانك وده من ايه من ضمن الاسباب الكتيره جدا اللي بيحصل بسببها اللور ترانك انجري يبقى ده اللور ترانك انجري طيب تعالوا نشوف بقى المانيفيستيشن ايه لور ترانك يعني سي كام يعني كام يا شباب سي 8 وتي 1 وتي 1 لقينا حاجه غريبه جدا بقى ان سي 8 وتي 1 مسؤولين عن الهاند مسؤولين عن مين الهاند طيب السنسوري loss of sensation from the medial side بتاع الارم والفور ارم يبقى الابر ترانك كان ايه يا شباب ها اللاترال سايد اللور ترانك الميديال سايد اهو زي ما انتم شايفين كده دي تي 1 وديت سي 8 واتفقنا من شويه قلنا الاوتونوميك اللي هي الهورنر سندروم لان هي طالعه من تي 1 طب الموتور زي ما اتفقنا قلنا مسؤول عن مين تغذيه عضلات ايه الهاند فبيحصل حاجه اسمها ماسل اتروفي او باراليسيس لي اول انترنسيك ماسلز اوف ذا هاند عضلات الايد اللي هي الهايبوسينر ماسل والسينر ماسلز واللامبريكلز والانتر اوسيال طيب الراجل اللي وصف الكلام ده اسمه كلامبك فسماه كلامبكس باراليسيس او كلامبكس ديجيرين بولسي الديفورميتي مهمه جدا 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 اسمها كومبليت كلو هاند حد عارف كلو يعني ايه خطاف مخلب مخلب مخالب فهتلاقي البني ادم ايده بقت عامله زي الايه زي ايد الدب او زي ايد الاسد عباره عن مخالب كده يعني واخد وضع كان ايده عامله زي المخالب كل واحد فيكم الحركات بتاع بعد الشر عليكم يعني ما تشوفوا شر الايه باجي في الامتحان الاوسكي واقول وريني يا ابني الكلو هاند شكلها بيبقى عامل ازاي يبقى الديفورميتي اسمها كومبليت كلو هاند كومبليت كلو هاند ادي شكلها اظن المنظر ما يتنساش اهو في الطفل الصغير اهو ده كده واضحه جدا 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 طب دي طبيعي سليمه ده طبيعي سليمه ده عادي انما دي مش طبيعي هنا لو لاحظتم العضله اللي كان اسمها اللامبركز والانتر اوسياي ايه الاكشن المهم بتاعها حد شاطر يقول لي يلا انها تسوي الرايتنج بوزيشن الرايتنج ده كان بيحصل ايه في الميتا كاربو فالانجيال جوينت ده الميتا كاربو
يسوي لها فليكشن والانتر فالانجيال اكستنشن. لما العضلات دي تتشل يبقى هيحصل اكستنشن للميتا كاربو فالانجيال جوينت وفليكشن للانتر فالانجيال جوينت. فده السبب في المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده. يبقى اسمها كومبليت كلو هاند او كلامبكس باراليسز تساوي لور ترانك. يبقى أبر ترانك بوليسمان تيب باراليسز أو إيربس باراليس، لور ترانك كلامبكس باراليسز أو كومبليت كلو هاند الديفورميتي. اللونج ثراسيك نيرف بيغذي مين اللونج ثراسيك نيرف؟ ترابيزي بيغذي سيريتس أنتيرو. طيب اللونج ثراسيك نيرف ده بيطلع من الروتس، بيطلع من الروتس أوف بريكيال بليكس. هو ده ده سي كام يا شباب؟ 5 5 7. طب وده كده طالع من سي كام؟ 6. طب وكده ده طالع من سي كام؟ 7. هو ده اللونج ثراسيك نيرف. يبقى اللونج ثراسيك نيرف بيطلع منين؟ من 5 و6 و7. ده اللونج ثراسيك نيرف. زي ما انتم شايفين هيمشي على الضلع الاولاني وبعدين يمشي على الضلع الثاني والثالث والرابع وهكذا عشان يروح يغذي العضله العظيمه اللي اسمها ايه؟ سيريتس انتيرور. اهو نازل كده على السيريتس انتيرور، ودي السيريتس انتيرور في بتوع كمال الاجسام بيبقى شكلها عامل كده. طيب السيريتس انتيرور كان الاكشن بتاعها المهم ايه؟ ديبوزيشن، شارك في فور روتيشن اكثر من 90 درجه. بتعمل ابورد روتيشن، ابورد روتيشن اوف ذا سكابولا عشان اعمل ابدكشن اكتر من 90 او تو اليفيت الارم اباف ذا هيد. طيب في اكشن ما بيتقلكوش دايما على طول الناس ما بتقولوش الاكشن ده انها بتثبت لانها عامله انسرشن في الميديال بوردر اوف ذا سكابولا فبتثبت الميديال بوردر اوف ذا سكابولا اجينست الشيست وول. ولذلك لو حصل يا دي بس عشان ما تنسوش سولت، كلمة سولت دي يعني سيريتس انتيرور بتتغذى باللونج ثراسيك عشان بس ايه بتيجي في الاختبار يقول لك اللونج ثراسيك بيغذي مين تبقى عارف ان هي سيريتس ايه انتيرور. طب سؤال بقى، بما ان مكان النيرف كده النيرف ده يحصل له انجري ازاي؟ اذا قطعنا ممكن الرياضه لو واحدة ست ده وبضطر ان انا اعمل عملية في البريست اللي اسمها ماستكتومي هقطع النيرف ده. ايه تاني؟ دكتور جان شوت جان شوت ماشي يمكن اصابة تمرين اصابة تمرين جميل. ايه تاني؟ حاجة ميديكال ريبس فراكشر عملية بالصدر ريبس فراكشر عملية في الصدر. في بعض الناس عارفين لما بيحصل كسر في الضلوع فبنضطر نركب أنبوبة في الصدر اسمها شيست تيوب، حد عارفها؟ هتاخدوها بالتفصيل الممل في السي ار اف الترم الجاي. طيب اللونج ثراسيك نيرف ده هيحصل له انجري زي ما انتوا قلتوا كده سادن بريشر اون ذا شولدر فروم ذا اباف، الاقي ان المفصل اللي هو الشولدر هنا ده كده حصل له بريشر لتحت يعني حصل له ديسلوكيشن اثناء الماستكتومي. اها شوفوا النيرف اهو، فدكتور الجراح بتاع بيشيل البريست وبيضطر يخش يشيل الليمف نود داي اللي اسمها الاكسيلا، هي دي الاكسيلاري ليمف نود، فهو داخل يشيلها بيقوم قاطع النيرف. شوفوا هنا حتى كمان اهوت هو بيعمل عمليه في البريست ففاتح ده كده وكده النيرف اهو نازل قدامه اهو ودي الليمف نود الخضراء دي، فبالتالي معرض جامد جدا ان يحصل ايه انجري للنيرف اللي اسمه لونج ثوراسيك هو والثوراكو دورس، بس اللونج ثوراسيك الاكتر دايما انسرشن اوف الشيست تيوب زي ما اتفقنا. العضله اللي هتتشل هي مين يا شباب؟ مين العضله اللي هتتشل؟ سيريتس. هل هذا النيرف بيغذي سنسيشن؟ لا لا هذا المصل هو بيغذي السيريتس انتيرو فقط ولذلك نو سنسوري لوس. العضله اللي هتتشل هي السيريتس انتيرور ان ابيليتي تو ريز الهاند اباف الهيد، مش هيقدر يرفع دراعه فوق دماغه يعني ان ابيليتي تو ميك ابدكشن اكتر من 90.
الابدكشن من 0 ل 15 مين؟ سوبر سباينيتس. 15 15 ل 90 ديلتويد. ميدل فايبر اوف ديلتويد اكتر من 90. مين اللي بيعمل القصه دي؟ سريتس ترابيزيس والابر واللور فايبرز بتاعت مين؟ بتاعت اتربيزيس. طيب wasting of the paralyzed muscle هيؤدي الى deformity مشهورة جدا جدا اسمها winging of the scapula. هذا منظرها يا شباب. دي زي ما انتم شايفين المنظر ده، ده الطبيعية ولا دي الابنورمال؟ هذا الابنورمال. هذا الابنورمال. زي ما انتم شايفين الراجل بيعمل ايه في الحيطة؟ ايوه احنا بنكشف على البيشنت كده، بقول له بقى طبعا ايه بناخد الكونسنت والكلام اللي انتوا ايه، ما هو البيشنت مش هيقوله قدامه بعدين يقول لي اشتكى اقلع، لا فبقعد اتكلم معاه وافهمه وبعدين ما هو ده بقى اهميه الكلام ده. يعني انا لما يجي لك معلش انا اسف يعني واحده ست وبعدين اول ما تقول لها طب اقلعي، هو ده لفظ ينفع يتقال مني كدكتور كده؟ فهمتوا اهميه الكلام بتاع الكوميونيكيشن اللي انتوا بتبقوا متضايقين منه بتاع الاي سي اي؟ لا ده انا بتكلم مع البيشنت بالراحه، والله احنا دلوقتي هنسوي فحص كذا وهنعمل كذا، فاستاذن هل ده مضايقك ولا لا؟ طب لا تمام، طب مش عارف ايه، طب بص هنبدا نعمل، واقف قدامه واقول له ان انا هبدا اقف وازق الحيطه او ادف الحيطه زي ما انتوا بتقولوا بايديا. فوانس ان هو بدا يعمل الحركه دي الاقي السكابولا راح تطلع كده، الميديال بوردر اوف ذا سكابولا بقى بروجكتنج كده، دي اسمها وينجينج اوف ذا سكابولا. اسمها يا شباب وينجينج اوف ذا سكابولا. اي سؤال يا اخوانا؟ ها واضح؟ واضح. طيب النيرف اللي اسمه الماسكولوكوتينياس نيرف، الماسكولوكوتينياس نيرف بيغذي عضلات ايه؟ عضلات الارم البايسبس والبراكيالس البايسبس. طب من اسمه كده اسمه ماسكلو زي ما انتوا قلتوا كده العضلات اللي هم الثلاث. طب كيتينيوس بيغذي ايه في الجلد؟ انهي سكن؟ انهي سكن؟ لازم ابقى عارف بقى انهي. هو الماسكولوكوتينيوس الميديان. طب تعالوا نشوف مع بعض الاوريجن جاي. بصوا الماسكولوكوتينيوس ده اللاترال كورد، هو امتداد اللاترال كورد اهو، امتداد يبقى اتيز كونتينيويشن اوف اللاترال كورد. طب اللاترال كورد جاي من سي كام؟ 5 و6 صح، بيعملوا لي الابر ترانك. بس انا معلش ده هو الديفيجن ده مش ده جاي من سي 7؟ ايوه الانتيريور. فهنا بيشترك معاه ويبدا الفايبرز تطلع هنا كده خلاص. معلش الكورد ده المفروض تبقى هنا يا شباب في الحته دي، دي معموله غلط مكانها غلط كده، المفروض الكورد يبقى هنا. دي ايه؟ دي ديفيجن، فدي معموله غلط كده. طيب يبقى الماسكولوكوتينيوس امتداد اللاترال كورد جاي من سي 5 و6 وايه و7. هذا الماسكولوكوتينيوس نيرف اهو بيعمل بييرس للكوراكو براكياليس، والعضلة اللي مشدودة دي البايسبس، والعضلة اللي تحتها دي البراكيالس، فبيغذي البي بي سي. مين البي بي سي دول؟ البايسبس والميديال هاف اوف البراكيالس والكراكو براكيالس. طب وبعد كده بيكمل المسيرة هنا ده وبيبقى اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. من اسمه كده لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، يعني بيغذي اللاترال سايد بتاع الفور ارم لحد البول اوف ذا سامب، بنسمي الحته دي بول اوف ذا سامب. يبقى خدوا بالكم برضو من ورا بيغذي الجلد هنا، عشان كده بنقول الفرنت واللاترال اسبكت بتاع الفور ارم لحد البول اوف ذا سامب. يبقى الماسكولوكوتينيوس العضلات اللي هتتشل لو حصل له انجري هي البايسبس والبراكيالس والكوراكو براكيالس. طب البايسبس ايه الاكشن بتعمل ايه؟ فليكشن سوبينيشن فور فليكسر. ماشي البراكيالس
بتعمل فليكشن. يعني البيشنت ده هيبقى ماشي القلب بتاعه فليكسد ولا اكستندد؟ هو ماشي اكستندد. طيب انا لما ببقى شايف واحد، هو الطبيعي ان احنا ماشيين عاملين فليكشن في القلبه ولا بنبقى عاملين اكستنشن واحنا ماشيين؟ اكستنشن. فلذلك الشخص ده هيبان عنده ديفورميتي ولا مش هتبقى باينه؟ مش هتبان، انما مش هيقدر يعمل ايه؟ فليكشن. لمين؟ للقلبه، لان البايسبس والبراكياليس هم اللي بيعملوا باورفول فليكشن في القلب، ولذلك البيشنت ده ارتيكولر ده بيغذي المفاصل ده خلاص كده الماسكولوكتينس، انما الانجري بتاعته بقى loss of sensation من الايه lateral side بتاع الفور ارم as far ball of the thumb، paralysis للمسلز البايسبس والبراكيالس والكراكو براكيالس، wasting بس مش هيؤدي الى deformity، يعني مش هشوف deformity قدامي كدكتور، انما لما باجي اعمل المسل تون او الباور وانا بكشف على البايسبس هلاقي البايسبس ضعيف. طيب احنا كده خلصنا الماسكولوكوتينيوس، ده اول واحد من الخمسة العظام. الاكسيلري، الاكسيلري بيغذي عضلتين صح؟ الدلتويد والتيريز. الدلتويد والتيريز ماينور. طيب الاكسيلري جاي من انهي كورد؟ جاي من البوستيرور كورد، هو ده البوستيرور. يبقى ده البوستيرور كورد طالع منه الاكسيلري اهو، يبقى الاكسيلري نيرف طالع من البوستيرور كورد اوف ذا بريكيال بلكس. الاكسيلري نيرف من الترانك بتاعه، هو بقى له ترانك وبعدين اتقسم لانو بوستيرو ديفيجن. الترانك بيغذي الشولدر جوينت، طب الانتيرور ديفيجن بيغذي الانتيرور بارت اوف الدلتويد، وبيدي جلد السكن على الفرونت اوف ذا لوور بارت اوف الدلتويد. الجلده دي اهي حته الجلده دي، ده كده الانتيرور. يبقى الانتيرور هيغذي الانتيرور فايبر بتاع الدلتويد اللي هي ده اهي، والسكن over the lower part of deltoid. طيب بعد كده البوستيرور برانش بقى هيغذي الدلتويد وهيغذي تيريز ماينور. اهو ادي البوستيرور، بصوا كده شوفوا كده، ده كده البوستيرور اللي هو معمول بالاخضر ده، ده البوستيرور برانش بتاعي، فراح عاطي فرع يغذي مين دي؟ تيريز ماينور. تيريز ماينور. طب والفرع الثاني راح يغذي مين؟ مين دي اللي مقطوعه دي؟ الدلتويد. البوستيرور فايبرز اوف الدلتويد. طيب بيدي كوتينيوس اسمه أبل لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم. احنا اتفقنا الحته دي، الحته دي كده بتتغذى بالانتيرو. طب الحته اللي تحتها ده اهي بنسميها ابر لاترال بارت اوف ذا ارم، upper lateral part of the arm اللي بيسموها regimental badge area. حد عارف دي ايه؟ اللي هي مكان الرتب اللي اطلع. الله ينور عليك، ممتاز. اللي بتحط مكان الرتب بتاع العساكر، تلاقي الضباط والعساكر بيبقى عليهم رتبه هنا غير اللي فوق على الكتف، بيبقى في واحده هنا على الايه على الكتف هنا كده في الحته دي. فالمكان ده اهو اللي هو قصادها ده تبع اسمه الـ upper lateral cutaneous nerve of the arm، وده arises from the posterior branch of the axillary nerve. واضح يا اخواننا كده؟ طب حد شاطر يقول لي الحته دي بتتغذى بمين؟ قلناها في البدايه بتي انتركوستي تي 2 يا دكتور. ايوه ممتاز، تي 2 دي تي 2. طب والحته دي كانت بتتغذى بمين؟ سي 4. تي 4. طب الحته دي بتتغذى بمين؟ axillary anterior branch of the axillary anterior fiber. طب الحته دي بتتغذى بمين؟ هو بقى الـ upper lateral cutaneous nerve. الحته اللي معموله باللون الاحمر ده هي اسمها lower lateral cutaneous nerve of the arm، ده جاي من الريديال نيرف. عشان بس نخلص من الحته دي بقى، يبقى الجزئيه دي upper lateral cutaneous nerve of the arm، ده من posterior branch of the axillary، وده anterior branch of the axillary. هنا اسمه lower lateral cutaneous nerve of the arm، وده جاي من الراديال نيرف. طيب طبعا الكوز دايما للاكسيلري نيرف، انتوا عارفين الاكسيلري نيرف بيلف حوالين مين؟
النك فهو سيركال نيرف. هم عشان كده بيسموه سيركمفلكس نيرف، يعني له اسم تاني كلمة سيركمفلكس يعني بيلف. ففراكشر اوف ذا سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس هيقطع، وفي ارتري بيلف كده قدام وارتري ورا، مين الارتري اللي قدام ومين الارتري اللي ورا؟ السيرير ولا الهيومرال؟ اللي هم اسمهم السيركمفلكس هيومرال انتيرور وبوستيرور سيركمفلكس هيومرال ارتري اللي جاي من الثيرد بارت اوف الاكسيلاري ارت. طيب المفصل ده مين يا شباب؟ اللي حصل للشولدر هنا خلع من مكانه ونزل لتحت، فاسمه downward dislocation of the shoulder. زي ما انتم شايفين راح قطع النيرف اللي اسمه ايه axillary nerve اللي هو ده. طيب ده الكوزس المانيفستيشن. sensation منين؟ loss of sensation منين؟ من الابر بارت السكين اوفر الدلتويد، اللور بارت بتاع الدلتويد والابر لاترال كوتينيا زي ما اتفقنا اللي هي الحته دي. طيب المسلز مين اللي هتبان وتعمل لي مشكله؟ الدلتويد ولا التيرس ماينور؟ الدلتويد. التيرس ماينور، التيرس ماينور بتعمل ادكشن، فانا عندي عضلات كتير جدا بتعمل ادكشن فعنديش مشكله. عشان كده التيرس ماينور بتبقى كلينيكالي نوت ريكوجنايزد، يعني انا كدكتور لما باجي اكشف على العيان ما بكتشفهاش، انما مين اللي انا هكتشفها كويس قوي وتبقى باينه قدامي؟ لان هي بتعمل ابدكشن من كام؟ دلتويد. لان ما 15 الى 15 يعني ما في عضله. فهتيجي تقول للبيشنت هتلاقيه ما بيقدرش يعمل، تقول له اعمل زي ما انا هعمل كده وتعمل قدامه انت ابدكشن لحد الزاويه 90، هتلاقي ان البيشنت ده ما بيقدرش يعمل الحركه دي. طبعا التيرز ماينور كلينيكالي نوت ريكوجنايز زي ما اتفقنا. الديفورميتي بقى الدلتويد هيحصل لها ايه؟ اتشلت، فيبدا يحصل لها ويستنج واتروفي فتؤدي الى واتس كولد. ها شوفوا المنظر بتاع كتف الراجل ده عامل ازاي؟ فلات شولدر. فلات شولدر. ها شايفين الدلتويد ما عادش موجوده خالص. انا شايف مين هنا؟ انا شايف العظم. شولدر جوينت. لو بصيتوا هنا شايفين كده يعني شايفين الهيد اوف ذا هيومرس باينه اهيت والسيرجيكال نيك، وشايفين الكلافيكال عامله ازاي؟ فالدنيا كلها ظاهره قدامي نتيجه دي واتس كولد فلات شولدر، او الكلمه الثانيه loss of round contour of the shoulder. يبقى flat shoulder او loss of round contour of the shoulder. اخوانا معايا لحد دلوقتي ولا بداتوا تتعبوا؟ لا معاك معاك هذا الاكسيلاري نير. تفضل. الحين صار اتروفي للدلتويد صح؟ تمام. ما هو الاتروفي ده اللي بيغير لك شكل البني ادم ده، فبيعمل لك الفلات شولدر. ولذلك لو انا عندي عيان عنده اكزيلاري نيرف انجري وانا اكتشفته اثناء العمل، اثناء لو انا مثلا واحد جاي لفراكشر سيرجيكال نيك جاي ديسلوكيشن وبعدين انا كشفت على البيشنت فلقيت ان الاكزيلاري نيرف مقطوع، فعملت ايفالويشن وانا راجل دكتور محترم اتاكدت ان الراجل ده عنده انجري الاكسيلاري نيرف، بدخله اوضه العمليات وبعمل اصلح الكسر اللي موجود ده او الديسلوكيشن اللي موجود وبخيط الاكسيلاري نيرف في بعضه، يبقى المشكله اتحلت ولا لا؟ ان شاء الله كده اتحلت. طب انا بقى سيادتك بقى دكتور مهمل ومش في دماغي، فحصل ان البيشنت دخلت صلحت الكسر وسعيد قوي ان انا صلحت الكسر ونسيت الاكسيلاري نيرف، هل في عوده؟ ما فيش عوده خلاص. بس انا اللي اقدر اعمله بعد كده ايه بقى؟ لو البيشنت ده بدا يعمل فيزيوثيرابي، وده بيجي دور الجماعه بتوع التاهيل الطبي، يعمل فيزيوثيرابي عشان امنع ايه؟ عشان امنع الديفورميتي. وصلت؟ فانا ببعته لبتاع الفيزيوثيرابي عشان امنع موضوع الاتروفي، فيبدا بقى بتاع الفيزيوثيرابي بيعمل له اكسرسايز بيسموها باسيف اكسرسايز، هو اللي يبدا يحرك دراعه ويبدا يعمل الابدكشن، يبدا يعمل له ستيميوليشن بكهرباء بطريقه معينه جسمها جلفانيك ستيميوليشن يخلي العضله تقعد تنقبض لوحدها. فده المفروض ان انا ما اوصلش لمرحله الفلات شولدر دي. تمام يا اخوانا؟ الميديان نيرف اللي كان عامل زي حرف ايه؟ واي اهو. الواي شيبد ده طالع بتو روتس. الروت ده هو ميديان روت. طالع من الميديال كورد. يبقى الروت ده ايه؟ لاترال روت. طالع من ايه؟ من اللاترال كورد.
The two roots unite with each other to form the median nerve. يبقى الميديان نيرف جاي من lateral root و medial root. طب أنا الميديال كورد ده كام وكام؟ مش دي C8 و T1؟ والباشا اللاترال كورد ده 5 و6 و7 صح كده؟ وذلك الروت فاليو بتاعت النيرف بتاعنا تبقى 5 و6 و7 و8 و T1. ده الميديان نيرف تعتبر جاي من كله. برانشز في الارم، الميديان نيرف غزة حاجات في الارم؟ لا خالص. لا الراجل عدى في الارم بكل سلام وما عملش اي حاجه. نو برانشز ان ذا ارم. في الفور ارم بقى غزة ايه في الفور ارم؟ كل عضلات السوبرفيشن. ايوه ما عدا النار. خلينا نقول احنا عندنا كم عضله، كم عضله في الفرنت اوف ذا فور ارم؟ 8 6 عضلات ونص صح كده؟ صح ما عدا عضله ونص. مين العضله ونص دول؟ فليكسر او كارباي النارس ونص فليكس ديجيتور بروفانس. ممتاز حلو قوي كلام جميل. يبقى ماسكولار زي ما انتم شايفين دي البرونيتور تيريز وديت الفليكسور كارباي رادياليس ودي البالمارس واللي تحتها الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس ودي الفليكسور كاربي النارس. هو هيغذي النارس؟ لا لا ما بيغذيهاش. ها يبقى دي الاسامي اهي زي ما انتم خدتوها. ارتكيولر لمين؟ للمفاصل اللي حواليه. هيغذي القلبو هيغذي الراديو ألنر مفيش مشكلة. طيب الميديان نيرف بيدي برانش اسمه الانتيرور انتر اوسيوس. انتيرور انتر اوسيوس اللي هيغذي مين؟ الفليكسور بوليسز لونجس ونص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس والبرونيتور كوادريتس. مفروض ازودهم على العضلات دي يا شباب. طيب الانتيرور انتر اوسيوس ها ماسكولار لمين؟ دي الفليكسور بوليس زي اللي بتبقى عامله زي الريشه دي والعضله دي اللي هي البرونيتور كوادريتوس ودي الفليكسور ديجيتورام ايه بروفاندس لاترال هاف بتاعها. ارتيكولار برضو للراديو النر والريست مش فارق معايا الارتيكولار ده بالنسبه لكم. طب هل بيدي كوتينيوس وهو في الفور ارم؟ لا ها سؤال يطرح نفسه. لا لا يعطي بالبال. ايوه بيعطي ايه بقى؟ 2 ثيرتس. بصوا احنا هنا اهو 3 ونص من اللاترال. نركز مع بعض بقى كده. شايفين النيرف الصغير ده؟ ده التخين ده الميديان نيرف طالع منه فرع صغير اهو بيعدي سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكيولم عشان يخش الهاند. This is called palmar cutaneous branch of median nerve. بيغذي السكن اوف ذا لاترال تو ثيردز اوف ذا بالم. بيغذي اللي هو معمول باللون الازرق ده يا شباب الحته الزرقاء دي. ايه ده يعني ما بيغذيش التلات صوابع ونص؟ واضحه الجمله دي؟ اقول تاني الميديان نيرف وهو في الفور ارم بيدي برانش اللي هو ده اهو اسمه بالمر كوتينيوس برانش اوف ذا ميديان نيرف. بيعدي سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكولم اهو وبعدين يخش الهاند عشان يغذي الحته دي. بنسميها سنترال بارت اوف ذا بالم او اللاترال تو ثيردز اوف ذا بالم اوف ذا هاند. طيب المفروض ان الميديان نيرف نفسه هيدخل الهاند. بعد ما بيدخل الهاند بيتقسم لفرع لاترال وفرع ميديال وبعدين في الاخر يدوني حاجه اسمها ديجيتال برانشز. الديجيتال هي اللي هتغذي الثلاث صوابع ونص. يعني ببساطة كده اللاترال تو ثيردز اوف ذا بالم الميديان نيرف بيغذيهم بس قبل ما يدخل الهاند عن طريق ابنه اللي اسمه بالمر كوتينيوس برانش. طب وبعد ما يخش الهاند هيغذي الثلاث صوابع ونص اهو اللي هو اللون الاخضر ده. يبقى ده كده الميديان نيرف في الفور ارم. في الهاند بقى دكتور اتفضلي معلش بس ممكن تعيد اخر نقطه حقت الميديان نيرف. بص هنا للصوره دي كده ده الميديان نيرف اهو
الميديا نيرف بيعدي ديب ولا سوبرفيشال للفليكسور روتيناكولم؟ يعدي ديب. اهو وبعد ما دخل الهاند زي ما انتم شايفين يا اولاد كده اتقسم لفروع لاترال وفروع ايه ميديال. طيب وبعد كده في الاخر خالص اهو بيكمل اهو شايفين الفروع اهي مكمله في الصوابع اهي. دي بيسميها ديجيتال برانشز. الديجيتال برانشز دي هي اللي هتغذي الثلاث صوابع ونص اللي معموله باللون الاخضر ده. وضحت كده؟ يبقى اللون الاخضر ده عباره عن الديجيتال برانشز اوف ميديان بعد ما دخل الهاند. طب هو قبل ما يدخل الهاند بيدي برانش اهو اللي هو الصغير ده اللي اسمه بالمر كوتينياس برانش اللي بيعدي سوبرفيشال الفليكسور روتيناكل. هو ده اللي هو معمول باللون الاورنج ده بيغذي الحته دي في الهاند اللي بنسميها اللاترال تو سيردس اوف ذا بالم او السنترال بارت اوف ذا بالم. اتفهمت كده؟ طيب في الهاند هيغذي مين بقى؟ ها الميديا نيرف بيغذي ايه في الهاند؟ العضلات اللي هنا اسمها ايه اللي هي المجموعه اللي هنا؟ الثينر ماسلز. هيغذيهم كلهم؟ سبت واحدة اللي هي اسمها الادكتور بوليسز. يبقى اكسبت الادكتور. كان الولاد في مصر عشان ما ينسوهاش كنت دايما اقول لهم ايه اكسبت الادكتور يعني زي دكتور كده فيقول لك الادكتور. الادكتور هي اسمها الادكتور طبعا بس انا اقولها كده عشان ما ننساهاش. الادكتور بوليسز هي الوحيده اللي هنا في مجموعه العضلات بتتغذى بالالنر. انما الفليكسور بوليسز بريفز ابدكتور بوليسز بريفز اوبوننس بوليسز دول بيتغذوا بالميديا نيرف. طب بيغذي عضلات كمان في الهاند يا شباب؟ ده اسمه ايه واللمبريكلز؟ دي اسمها ايه؟ دي اللي عامله زي الدوده دي وانا قلت للولاد في السكشن ان اللامبريكلز يعني دوده فاسمها الفيرست لامبريكل ودي السكند لامبريكل. يعني بالعدد الميديا نيرف غذى خمس عضلات 1 2 3 4 5. ده مجموعه العضلات اللي بيغذيها الميديا نيرف فين؟ في الهاند. طب كوتينيوس غذى كم صابع؟ بالمر سيرفيس اوف اللاترال 3 1/2 fingers. وبيغذي كمان السكن اللي على الدورسم بيسموه ده النيل بيد والسكن اللي على الديستال والميدل فالنكس. وفي سؤال كان زمان بتسال في الشفوي ليه؟ لان الضوافر بتاعتنا دي بتتكون هنا في الاول يعني بتتكون في البالم الاول وبعدين تلف عشان تروح ورا على الدرس فهي بتلف بتاخد النيرف بتاعها. يبقى هنا يعني سيبكم من بتاعه السكين على الديستال والميدل فالانكس دي يعني مش مهمه قوي. اللي مهم عندي التلات صوابع ونص. يبقى هيغذي خمس عضلات في الهاند وهيغذي تلات صوابع ونص. واضح يا اخواننا كده الميديا نيرف؟ انا كده عدت الميديا نيرف كله كايه؟ كاناتومي. الانجري بقى هيحصل انجري اباف الالبو زي ما انتم شايفين كده. ده ايه ده؟ ها كسر في مين؟ في الهيومرس. الكسر في الهيومرس ده هو اسمه سوبرا كوندايلر فراكشر اوف ذا هيومرس وده مشهور جدا 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 ان واحد هو ماشي يقع فيقع على الالبو. واضحه كده الجمله؟ وهو عامل فليكشن يعني تخيل كده ان لا قدر الله حد وقع على الالبو بتاعه وهو عامل فليكشن. بتحصل كتير جدا فيحصل سوبرا كوندايلر فراكشن. والمكان ده من الاماكن السخيفه جدا لان حواليه زي ما انتم شايفين كميه نيرفز كتير جدا. ده الميديا نيرف اهو ووراه الالنر نيرف يعني لو الميديا نيرف سلم الالنر نيرف مش هيسلم. وضحت كده الجمله؟ فدايما على طول اول ما بتشوف في الاستقبال سوبرا كوندايلر فراكشر على طول جري الميديا نيرف والالنر نيرف لازم اشوفه. طيب الانجري اباف الالبو دي المانيفستيشن العضلات اللي هتتشل مين يا شباب؟ اعتقد عضلات الفور ارم هتتشل وعضلات الهاند هتتشل صح ولا كلامي غلط؟ صح لانه الاثنين النر والميديان هم الاساسيين. فهبدا بقى اقول له بقى باراليسز ليه العضلات اللي هي البرونيتور تيرز وبرونيتور كوادريتس. طيب الفليكسور كارباي رادياليس فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس سوربوليسز لونجس دي كانت في الفور ارم
وبريفس دي كانت في الهاند في السينر ماسلز. اللاترال هاف اوف فليكسور ديجيتورام بروفاندس الاوبوننس بوليسز والاب دكتور بوليسز والفيرست والسكند لامبريكال صح كده. طبعا انا هقول باراليسز للعضله وبالتالي الاكشن بتاعها مش هيحصل. يعني مثال الاب دكتور بوليسز بريفس حصل لها باراليسز يبقى الصمب هيبقى ادكتد لان الادكتور بوليسز سليمه. واضح يا اخواننا انا قصدي ايه ولا مش فاهمين؟ واضح. انت هتقول العضله وتقول loss of its action. والعضلات احنا قلناها في البدايه لما قلنا 6.5 بالاضافه للخمسه اللي موجودين في الهاند. طب السنسيشن هيفقد الاحساس منين يا شباب؟ لاتر تو ثيرد في الهاند في البالم حق الهاند اوف ذا بالم حق الهاند تمام. والصوابع كم صابع؟ 3.5 يبقى loss of sensation lateral to thirds of the palm except the ball of the thumb اللي هي الحته دي زي ما اتفقنا اسمها البول اوف ذا ثامب اللي هو اللون الازرق ده او اللبني عشان البنات بتزعل من الاسامي احنا بنقول الوان غير الالوان اللي هم بيقولوها. يبقى هنا الايه lateral to thirds of the palm والبالمر سيرفيس والنيل بيد اوف اللاترال 3 اند هاف فينجرز كده. ده الانجري اباف ايه يا شباب؟ اباف الالبو. طب لو انا قلت لك الانجري اباف الريست هتختلف عن الانجري اباف الالبو؟ ايه الاختلاف؟ هتكون الهاند بس انتيريور سيرفيس حق ال عضلات الفور ارم اخبارها ايه؟ سليمه. طيب بالنسبه للسنسيشن ذا سيم يعني هيبقى لوس اوف سنسيشن من التو ثيردز والثلاث صوابع ونص صعبه كده. يبقى الانجري لا دكتور تعيدها ما احنا هنقولها هتتقال دلوقتي بس انا بسال سؤال كده عشان نجمع الكلام. الوقت الانجري اباف القلب وكل حاجه باظت صح كده. طب الانجري اباف الريست هيكون النيرف عدى في العضلات بتاعه الفور ارم وغزاها ومزاجه تمام التمام. يبقى كل عضلات الفور ارم اللي هو ست عضلات ونص تمام التمام ما حصل لهمش اي باراليسيس. يبقى معنى كده اللي هيحصل لهم باراليسيس بس مين؟ الخمس عضلات بتوع ايه؟ الهاند. بالاضافه الى الاحساس من اللاترال تو سيرفس اوف ذا بالم والبالمر سيرفس اوف الثلاث صوابع ونص. ده الاختلاف بين الانجري في الالبو والانجري فين؟ عند الايه؟ الريست. طيب الديفورميتي بقى عضلات الفور ارم هيحصل لها ايه؟ اتروفي. وعضلات السنر هيحصل لها اتروفي فبتؤدي الى واتس كولد ايب هاند. ايب هاند ايب يعني ايه؟ قرد. قرد يعني ايد الشخص ده هتبقى شبه ايد القرد. ايه اللي حصل لعضلات السنر؟ كلها سله فلاتن سينر ايمننس نتيجه الاتروفي اوف السينر ماسلز. الثامب اكستندد ولا فليكسد؟ في اكستنشن. واب دكتد ولا ادكتد؟ ادكتد. يبقى الثامب اكستندد و ليه اكستندد؟ لان العضله اللي اسمها الفليكسور بوليسز لونجس والفليكسور بوليسز بريفس حصل لهم باراليسيس. وليه ادكتد؟ لان الاب دكتور بوليسز بريفس حصل لها باراليسيس. لوس اوف اوبوزيشن العضله اللي اسمها الاوبوننس اللي هي المسبحه اللي بتخليك تجيب الصمب تحطه على الصوابع فالشخص ده هيقدر يعمل حركه المفتاح ده؟ لا. فيا اما تقول له سبح يعني اعمل عمليه التسبيح كان بما اننا احنا مسلمين او ان انت تقول له امسك في حاجه في ايدك زي الكي ده مش هيقدر يعمل موضوع الكي ده نتيجه loss of opposition. واضح يا اخواننا الايب هاند؟ واضح الشكل؟ هنجيب صور تانية دلوقتي. صار لها شيء؟ نعم؟ ولا لا؟ الايه؟ نفس ال
الثنر هي اللي صار لها باراليسز مو الهايبوثنر. الهايبوثنر سليمه لان الهايبوثنر بالالنر نيرف. انت مشكلتك في السنر. هذا منظر الديفورميتي شايفين ده الايد ايه بالذات دي اللي شبه ايد القرد قوي اللي هو ده اهي شايفينها هنا شايفين ايه اللي واضح قوي في الايد دي هايبر المسلز الاتروفي بتاع السنر مسلز ازاي بص للراجل ده ايه الفرق بين الاثنين الاتروفي اللي هو دي اخبارها ايه دي سليمه ولا فيها مشكله سليمه دي سليمه وديت هي اللي فيها اتروفي شايفين الاتروفي واضح جدا قدامنا يبقى ده كده الايب هاند يبقى ميديا النيرف يساوي ايب هاند انجري اباف الريست زي ما اتفقنا هيبقى باراليس للمسلز بتاعه السنر والفيرست والسكند لامبركل يعني كام عضله خمسة المسلز بتاعه السنر دول ثلاثة والفيرست والسكند لامبركل يبقى خمسة يعني العضلات بتاعه الهاند اللي بيغذيهم الميديا النيرف ولوس اوف سنسيشن زي ما اتفقنا اللاترال تو سيرد والبالمر سيرفيس اوف ثلاث صوابع ونص ده لو حصل انجري اباف الريست يعني هنا في الحته دي كده طب اخر انجري برضو الديفورميت هتبقى ايه بهند حصل انجري بقى عارفين الفليكسور ريتيناكولم الفليكسور ريتيناكولم الميديا نيرف بيعدي من تحته ديب ولا سوبرفيشال ليه ديب مين اللي بيعدي ديب للفليكسور ريتيناكولم كمان فليكسور ديجيتورم فليكسور ديجيتورم بنوعيها سوبرفيشاليس وبروفاندس والفليكسور بوليسز لونجس لا ده كلهم عضلات والباشا ده معدي في النص بينهم فلذلك العضلات بتدهسوا من الاخر فبيحصل حاجه اسمها كاربال تانل سندروم كاربال تانل سندروم ايه الكاربال تانل سندروم ده compression of the median nerve under the flexor retinaculum طبعا السبب الرئيسي كان في الموضوع القصه دي ان بيحصل ايديما تحت الفليكسور ريتيناكولم وكان دايما سببها الاورال كونتراسيبتيف بيلز عارفينها حبوب منع الحمل فده دايما مين اللي هتشتكي مين اللي هتشتكي طبعا من الشكوى الميل ولا الفيميل حاليا دلوقتي اللي بيشتكي معظم الكاربال تانل سندروم شباب ولاد سببها ايه بقى البلاينج جيمز تلعبوا جيمز فبتقعدوا بتضربوا بايديكم كتير في الترابيزه اللي قدامكم او في الديسك اللي قدامك فكل ده بتضرب او بتخبط في الميديا نيرف فيبدا الميديا نيرف يحصل فيه التهاب بالاضافه للاوتار اللي حواليه طيب واحنا في الكاربال تانل عضلات الفور ارم هتبقى سليمه ولا بايظه سليمه جميل امال مين العضلات اللي هتتاثر السينر واللامبريكلز ايوه يعني الخمسه برضه السينر والفيرست والسكند لامبريك طب بالنسبه للاحساس يا اولاد ايه الاحساس هيفقد منين بس هيفقد الاصابع يا دكتور من الاصابع ولا من البالم كمان لا البالم بس البالم المفترض بس البالم البالم هيبقى سليم ولا لا سليم لا سليم لان البالم بيتغذى ببرانش اسمه بالمر كوتينياس برانش اللي بيعدي من فوق الريتيناكل صح بيعدي سوبرفيشال للريتيناكل وبالتالي السنسيشن هيفقد منين يا شباب من الثلاث صوابع ونص فقط يبقى ده this is a carpal tunnel syndrome كان دايما الستات او اي حد عنده مشكلة دي يقول لك انا عندي ألم هنا دكتور تحت في الحتة دي وبعدين عندي ال numbness and tingling يعني ايه numbness و tingling يا ولاد تنميل ايوة تنميل وخدلان تنميل وخدلان يقول انا عندك يعني يجي كده يقول لك يا دكتور والله انا عندي تنميل وخدلان في الايه في الصباع اللي هو الصنب واللي جنبه واللي جنبه والحته ديت من الصباع يعني بيقول لك ثلاث صوابع ونص يا بني ادم افهم يعني عايز يقول لك ايه اكتر من كده يعني عمال يقول لك انا عندي الثلاث صوابع ونص دول فيهم تنميل ومش حاسس بيهم كويس يا دكتور عادي ما فيش مشكله انت كويس وزي الفل وتمام لا ما خدش الامور ببساطه كده
ابدا اكشف كويس جدا وابدا اعمل انفستيجيشن بتاعتي، فهلاقي ان عنده انترابمنت او كومبريشن على الميديا نيرف. اعالجها ازاي ده يا شباب؟ ريموف ذا ايديما، قلل الضغط. اعمل ايه؟ بخش اقطع الفليكسور روتيناكولم ده واطلع الميديا نيرف فوق بس. فبيتعمل جراحه ان انا بخش اقطع الفليكسور روتيناكولم واطلع النيرف سوبرفيشال للفليكسور روتيناكولم واخيط الفليكسور روتيناكولم تاني، وكده خلصت القصه. واضح يا اخوانا؟ طبعا لو انا سبت العيانه يحصل له ديفورميتي برضو. ايه؟ ايب هاند، ايب هاند. الالر نيرف بقى، اي سؤال في الميديا النيرف قبل ما اتنقل للالر؟ دكتور عندي سؤال عن الكاربال تانل سيندروم. اتفضل يا حبيبي. لما يعني الحين العضلة لما تكبر يا دكتور، تكبر تندم معه ولا بس العضلة اللي تكبر؟ انهي عضلة اللي بتكبر؟ مثلا نقول اللي هو الفليكس ديجيتورم بلوفوندس، لما تكبر يكبر التندم معه ولا؟ لا التندم ما بيكبرش. انت يعني انت قصدك كبر العضلة نتيجة جيم يعني وكلام من الكلام ده، ولا قصدك نتيجة ايه؟ لا التندم يعني مرن او شيء زي كده. لا ملهاش علاقه خالص. انما التندون نفسه يعني في حاجه للاسف انتوا ما بتاخدوهاش، لان الموضوع ده بيبقى كومبليكيتد، اسمها ساينوفيال شيز، بيلف التندون بيغلفه، فبيحصل فيه التهاب. فالالتهاب ده بيبدا يضغط على النيرف، المكان ضيق وكلهم عضلات، فعضلات تضغط على بعضها ما بتعملش مشاكل. انما مين اللي هيتاثر؟ هو الميديا نيرف. او ان تحت الريتيناكولم يبدا يتجمع سولت اند ووتر ريتينشن، الكلمه دي انتوا خدتوها في فيسيولوجي كتير، اللي هي الإديمة، فتتجمع تحت الريتيناكولم. ولذلك البيشنت ده كان يقول لك ايه؟ يا دكتور انا لو حطيت ايدي على حرف الترابيزه وعملت ريست دروب، يعني وقعت الايه الميه، هيحصل لها ايه؟ او رفعت ايدي لفوق، لما ارفع ايدي لفوق ايه اللي يحصل للميه المتجمعه؟ هتنزل، فالوجع يحصل له ايه والتنميل؟ هيخف، هيقل. ولذلك هو بيقول لك الكلام ده، بيجي يقول لك والله يا دكتور انا لو رفعت ايدي لفوق شويه لما التنميل بيزيد قوي، برفع ايدي مثلا وانا قاعد كده احطها على صدري الاقي التنميل بيروح. فخلاص كل ده بيقول لي ان دي ايه؟ كاربال تانل ايه؟ سندروم. واضح يا اخوانا؟ وهتشوفوها ان شاء الله لما في المستشفى، هتشوفوها في النيورولوجي، في طب المخ والاعصاب. يعني الالنر نيرف بقى، الالنر نيرف غزة حاجة في الارم؟ لا. طيب غزة ايه في الفور ارم؟ الفليكسر ارم، عضلة عضلة ونص، مش كده؟ فليكسور كارباي النيرس وان ميديال هاف اوف الفليكسور ديجيتورم بروفانس. طب الالنر نيرف جاي منين يا شباب؟ هو ده، it is a continuation of the medial cord. يبقى الماسكولوكوتينيوس كان الكونتينيويشن لللاترال كورد. ومين دي؟ مش ده البوستيرو كورد؟ مين النيرف ده؟ هذا الراديال. يبقى بصوا الجمل بقى، الماسكولوكوتينيوس كونتينيويشن لللاترال كورد، الالنر كلمه النر في الابر لمب يعني ميديال، يبقى الالنر كونتينيويشن اوف الميديال كورد، والراديال كونتينيويشن للبوستيرو كورد. برانشز في الارم زي ما انتوا قلتوا لي، نو برانشز في الفور ارم، ادى الفليكسور كاربي النارس والعضله اسمها الفليكسور ديجيتورم بروفان. الميديال هاف، الميديال هاف يعني الجزء ده ولا الجزء ده يا شباب؟ الجزء الاول ده الاول ولا الثاني؟ الثاني. طب الثاني ده امشوا مع الثاني ده كده، الا ده راح لمين ومين؟ حلو قوي. يبقى معنى كده الفليكسور كارباي النيرس ونص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس المسؤول عن تحريك الليتل والرينج. واضحة الجملة كده؟ ايه اخوانا، جملة واضحة؟ ايه تريبتم؟ ايه يبقى نص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي بيحرك الرينج والايه؟ والليتل. طب ارتيكولر خلاص زي ما اتفقنا، اي مفصل قريب هقوله هيطلع الكلام صح. كوتينيوس بقى في الفور ارم هيدي كوتينيوس برانش اسمه بالمر كوتينيوس برانش.
بالمر كوتينيوس برانش. هيغذي ايه؟ هيغذي الميديال فوق ثيرد اوف ذا بالم، ميديال ثيرد اوف ذا بالم. يبقى الميديال وان ثيرد اوف ذا بالمر سيرفيس اوف ذا هاند. طب الصوابع بعد ما يدخل الهاند هيغذيه، يعني زي مين بالظبط يا شباب؟ زي الميديال نيرف ما عمل، فاكرينه؟ نفس الطريقه بالظبط. يبقى الاصابع بيغذيها لما يدخل الهاند. طب قبل ما يدخل الهاند بيديني بالمر كوتينيوس برانش اللي بيروح يغذي الميديال وان ثيرد اوف ذا بال. بس بيديني برانش بقى كمان اسمه دورسال كوتينيوس برانش. كده احنا في الدورسه، ما هو ظهر الايد، هيغذي الميديال وان ثيرد اوف ذا دورسام والدورسال سيرفيس اوف الوان اند هاف فينجر. هنا الدورسال اختلف شويه، يبقى الدورسال بيغذي الميديال وان ثيرد والدورسال سيرفيس اوف الميديال وان اند هاف فينجرز. المفروض الكلام ده انتوا خدتوه كله يا شباب. ده كده البرانشز اوف الالنر نيرف في الفور ارم. الباشا يخش الهاند بقى هيعمل ايه في الهاند؟ بيتقسم لفرعين، فرع سوبرفيشال والتاني ايه؟ ديب. السوبرفيشال برانش بيغذي عضله وحيده اللي اسمها البالمارس بريفس، بالمارس بريفس اللي هي بتكرمش الجلد بتاع الهاند. والكوتينيوس للصابع ونص، فاكرين لما انا قلت لكم لما بيدخل الهاند بيغذيه، فيغذي الصابع ونص. يبقى الجزء الاصفر ده مين اللي بيغذيه يا شباب؟ البالمر كوتينيوس برانش بتاع القلب، هو في الفور ارم. انما اللي بيغذي الصابع ونص ده السوبرفيشال برانش، واللي بيغذي بالمارس بريفس ده السوبرفيشال برانش. طيب الديب برانش بقى، الديب برانش من اسمه هيغذي جلد؟ لا لا مش هيغذي جلد خلاص، انما هيغذي عضلات كتير قوي قوي. فليكسور ديجيتي مينيمي، ابداكتور ديجيتي مينيمي، اوبوننس ديجيتي مينيمي. الثلاثي المرح ده بنسميهم ايه على بعض؟ هايبو سينر ماسلز. بيغذي السيرد والفورس لامبريك، لان الفيرست والسكند كانوا تابعين لمين؟ ميديان نيرف. وحدوا الله كده مالكم، حسيت الناس نامت ليه؟ سيرد والفورس لامبريكلز، البالمر انتر اوسياي والدورسال انتر اوسياي، وفي عضله كانت هنا في السينر كانت بتتغذى بالالنر نيرف اللي هي الادكتور، زي ما كنت بقول لكم من شويه الادكتور بوليسز. 1 2 3 4 5 5. البالمر دول كم واحدة؟ 3 أو 4، والدورسال دول 4، والأدكتور دول لو جيتوا تعدوهم كعدد بالإضافة للبالمارس بريفز هنلاقي إن الألنر نيرف بيغذي 15 عضلة في الهاند، والميديان نيرف غذى 5 عضلات في الهاند. يبقى مجموع الهاند كله 20 عضلة، والفور أرم كله 20 عضلة، 8 فرانت و12 باك. نو كوتينيوس برانشز زي ما انتوا قلتوا لي. الالنر نيرف انجري بقى، لو حصل انجري عند الالبو يبقى معنى كده برضو السوبرا كوندايلا فراكشر زي ما قلت لكم. وده مين يا شباب؟ ده اهو، ده مين؟ ده الميديال ايبيكوندايل. شو المفروض انه بيعدي ورا الميديال ايبيكوندايل لو حصل فراكشر؟ زي ما انتوا شايفين كده، شايفين صوره الاشعه، الميديال ايبيكوندايل اتكسر اتخلع من مكانه، فيحصل انجري للالنر نيرف. طبعا اي ووند هيعمل انجري، يعني لو حصل انجري ووند، واحد اتجرح بحته ازاز ولا باي حاجه فوق الالبو عند فوق الميديال ايبيكوندايل، ممكن الالنر نيرف لان بيبقى سبكوتينيوس تحت الجلد. باراليسيز لمين؟ للعضله اللي اسمها الفليكسور كاربايال نيرس، الميديال هاف اوف الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. يعني احنا بنتكلم في انهي صوابع اللي هتتاثر؟ الرينج والليتل. الرينج والليتل، الرينج والليتل. طيب الادكتور بوليسز هيحصل لها باراليسز. سو ذا سامب الادكتور بتعمل ادكشن، شايفين الحركه دي؟ ايه الفرق بين الايد دي والايد دي؟ حد شاطر يقول لي. واحدة extended واحدة في انا بجيب الورقة، بجيب الورقة واحطها كده واقول له امسك الورقة دي بايه؟ بالصمب.
الصمب اجينست ايديك. يعني اعمل ادكشن. ها وضحت كده؟ بقول له اعمل ايه؟ ادكشن للصمب. فالانسان الطبيعي هتلاقي المنظر ده هو. الانسان اللي مش طبيعي اللي عنده انجري هتيجي تلاقيه بيعمل كده. انتوا عارفين مين اللي بتعمل فليكشن دي؟ اللي هي الفليكسور بوليسز لونجس. الفليكسور بوليسز لونجس مين اللي بيغذيه؟ ميديان نيرف. يبقى هو هيقدر يمسك الورقه بس هيعمل فليكشن للفالانكس، انما ده عامل اكستنشن للصنب عادي جدا وماسك الورقه وما عندوش مشكله خالص. طيب البالمر والدورسال انتر اوساي بيعملوا ايه؟ فليكشن الرايتنج بوزيشن. الرايتنج بوزيشن دي نمره واحد. نمره اتنين كان في كلمه اسمها باد وداب. باد اللي هو البالمر انتر اوساي بتعمل ابدكشن للفينجرز، وداب الدورسال بتعمل ابدكشن. بعمل تيست مشهور جدا اسمه بيبر تيست اهو. فاهمين المنظر بتاع ده كده؟ الراجل ده يعمل ايه؟ فبتمسك الورقه بصوابعك كده وتقول له شد الورقه بصوابعك قصادي، او اعمل بايديك الاثنين كده. لو هو الوقت هيقدر ده كده الفينجرز عامله ادكشن. لو هو عنده الالنر نيرف مشلول او سوري الالنر نيرف مقطوع في انجري، فالعضلات اللي هي الانتر اوسياي اللي بتعمل ادكشن اللي هي البالمر انتر اوسياي مشلوله، وبالتالي الشخص ده مش هيقدر يعمل الحركه دي. باراليسز لمين؟ للسيرد والفورس. يبقى برضو اللي هو اللي هيحصل inability to put the hand in writing position زي ما انت قلت. والبالماريس بريفس هيحصل لها باراليسز. دول العضلات نتيجه الالنر نيرف انجري اباف الالبو. loss of sensation منين؟ من الميديال وان ثيرد اوف ذا بال والبالمر سيرفيس اوف وان اند هاف فينجر، والدورسال سيرفيس الميديال وان ثيرد اوف الدورسم والدورسال سيرفيس اوف وان اند هاف. عشان كده بنقولها كده ايه، بالمر اند دورسال سيرفيس اوف ذا ميديال هاف اوف ذا هاند والميديال وان اند هاف فينجر، لان الانجري اباف ايه؟ اباف الالبو. طب الانجري اباف الريست او الويستنج، معلش قبل ما نقول زي ما زميلكو قال فلاتنج هايبوسينر ايمينانس، الديفورميتي اسمها ان كومبليت كلو هاند او بارشيال كلو هاند. شايفين ايه اللي متاثر هنا يا شباب؟ الرينج والف الليتل والرينج. هنلاحظ ان في هنا في ايه، هنا في هايبر اكستنشن في الميتا كاربو فالانجيال جوينت، وفي فليكشن في الانتر فالانجيال جوينت اهو بتاع الصباعين اللي هو الليتل والايه والرينج. واضح يا اخوانا؟ اسمها ايه الحركه دي؟ ان كومبليت كلو هاند. الصوره دي تتحفظ عشان بتيجي في الاختبار ويقول لك اعملها، ان كومبليت كلو هاند او بارشيال كلو هاند، الاثنين ذا سيم. لو حصل انجري اباف الريست ايه الاختلاف بينه وبين الانجري اباف الالبو؟ الالنارس أيوة. هي ومين ونص الديجيتورم بروفاندس اخبارهم ايه؟ سليمة خلاص. سليمة ولا هتتشل؟ هتتشل في هاترفي. تاني الانجري اباف الالبو العضلات اللي الالنر نيرف بيغذاها كلها بتتشل، انما لو قلت لك اباف الريست لا حيكون سليم. العضلات اللي في الريست عضله الهاند ايوه، يبقى المشكله هتبقى الهايبوسينر او العضلات بتاعه الهاند هي اللي هتتاثر فقط، والعضله النص بتاع الفور ارم سليمه. طب والسنسيشن برضو نفس السنسيشن. طبعا اشهر مثال فراكشر اند اوف ذا لور ايه الله، باراليسز لاول سمول ماسلز اوف ذا هاند اكسبت خمس عضلات فاكرينهم بتوع السينر فيرست والسكند لامبر. ايوه لوس اوف سنسيشن من البالمر سيرفيس بتاع الميديال 1 اند هاف خلاص كده. طيب الايه الديفورميتي برضو ان كومبليت ويتش ويل بي مور اوبيفيوس. بصوا للصوره دي كده، ها ايه الفرق بين الصورتين؟ complete clone and complete clone
واحدة اكستنشن هناك الاندكس والرينج فينجر كمان. لا سيبك من الاندكس والرينج خالص، سيبك من الاندكس والرينج، ركز على الليتل الليتل والرينج. بص هنا دي كده دي 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 هنا هنا شده بزياده. اه دي شده اكتر من دي صح؟ ايه. بس بص للفليكشن الكلوينج اللي هو الكلو اللي هو المخالب، هنا ظهر اكتر ولا هنا؟ في دي الاولى ولا الثانيه اللي هي دي صح؟ طيب اللي بيعمل فليكشن للديستال فالانكس ده يمين بروفاندس، الفليكشن بروفاندس صح؟ والبروفاندس في حاله الانجري اباف الريست سليمه ولا 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 فيها باراليسيس؟ سليمه. سليم. ولذلك بتعمل الفليكشن ده. يعني انا لما اعمل انجري هنا اعمل انجري هنا عند الريست هلاقي العضله اللي اسمها الفليكسور ديجيتورم بروفاندس شغاله تمام التمام، فلذلك هتعمل فليكشن للديستال فالانكس ده. طب هنا الحاله دي الانجري حاصله اباف الالبو، فالعضله اللي اسمها الفليكسور ديجيتورم بروفاندس هي كمان مشلوله، وذلك الديستال فالانكس مفروده زي ما انتم شايفين كده. وضحت يا اخوانا انا قصدي ايه ولا ما فهمتها مره يا دكتور؟ تاني بالراحه كده. سؤال نعملها زي معادله، هنعملها زي معادله. لو انا عملت انجري اباف الالبو عدد العضلات اللي هتتشل هيساوي عدد العضلات اللي هتتشل لو انا عملت انجري عند الريست؟ لا لا ده لا. ها مين الاكثر؟ القلب. حلو الكلام. طيب العضله اللي اسمها الفليكسور ديجيتورم بروفاندس هتتشل لو انا عملت انجري اباف الالبو. طب لما تتشل يبقى الديستال فالانكس هيحصل له فليكشن ولا هيبقى اكستندد؟ هاف اكستند. اهو هيبقى اكستندد كده. طب لو انا عملت انجري عند الريست فليكسور ديجيتورم بروفاندس سليمه وبناء عليها تعمل لي فليكشن للديستال فالانكس وبناء عليه الكلوينج هيظهر اكتر ولا اقل؟ اكثر. دي اسمها النر بارادوكس. اسمها النر ايه؟ بارادوكس. ذا هاير ذا انجري، لما الانجري تبقى فوق الكلوينج هيقل ولا يزيد؟ يعني الانجري فوق عند الالبو الانجري الكلوينج يزيد ولا يقل؟ يقل يقل يقل. يبقى ذا ليس كلوينج. انما لو انا ذا لوور ذا انجري ذا مور كلوينج. مور كلوينج ليه يا عم الحاج؟ لما انا اعمل انجري هنا لان الفليكسور ديجيتورم بروفاندس سليمه. دي الكلمه اسمها النر بارادوكس. يعني انا ما بحبش اجيبها في الاختبارات، بس لو جت في الاختبارات او تقول لي ان الانجري لو انا عملت لك انجري على الريست هتقول لي ان الكلوينج بدا يبقى اكتر، انما التفسير انا قلتها بس التفسير انا مش هسالك عليه. اخر نيرف عندنا وبقى كده خلصنا المحاضره الراديال ايه نيرف. الراديال نيرف اهو صح اتيز ا كونتينيويشن اوف مين البوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بليس. وتلاحظ ان البوستيريور كورد جايب من البوستيريور بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده، يعني جاي من الروتس كلها 5 و6 و7 و8 و T1 برانشز. وهو في الاكزيلا بدي برانشز. ايوه وهو في الاكزيلا فوق. الصوره دي من ورا فهو هنا كده في الايه في الاكسل هنا في السبايرال جروف اهو الحته دي اللي هي السبايرال جروف. طيب وهو في الاكسيلا بيغذي اللونج هيد والميديال هيد اوف ترايسبس. هو في الاكسيلا فوق هنا كده بيدي برانش يغذي اللونج هيد وبيغذي الميديال هيد بتاع الترايسبس. بيدي كوتينياس اسمه بوستيريور كوتينياس نيرف اوف ذا ارم، بيغذي الحته دي اللي هي دي الجلده دي. يبقى في الاكزيلا هيغذي اللونج هيد والميديال هيد بتاع الترايسبس، والبوستيريور كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم اللي بيغذي السكن اوفر ذا بوستيريور بارت اوف ذا ارم از فار از الالبو حتى مستوى الالبو. طب هو في السبايرال جروف
ماسكولار لللاترال هيد والميديال هيد والانكونيوس. بص هو ماشي في قلب السبايرال جروف، ادي الميديال هيد اهي ودي اللاترال هيد، فبيغذيهم اللاترال هيد ويغذي، وشايفين النيرف الرفيع ده اهو، اهو اللي هو ده اهو واضح رايح للعضله اللي اسمها ايه الانكونيوس. طيب وطالع منه برانش اهو، شايفين ده رايح فين كده، نزل فين الوقت كده، ده في الفور ارم اسمه بوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. يبقى خلاص في السبايرال جروف بيدي لور لاترال، بيغذي اللاترال سايد بتاع الارم، وبيديني البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم اللي يغذي البوستيرور بارت بتاع الفور ارم، وبيغذي اللاترال تو سيردس اوف ذا دورسم والدورسال سيرفيس اوف ثلاث صوابع ونص. ده كده اللي هو الراديال نيرف. طيب في الفور ارم، في الفرنت اوف ذا فور ارم بين البراكيالس والبريكيوراديالس، بيغذي البراكيالس وبريكيوراديالس والاكستنسور كارباي راديالس لونجس. كنت انا قلت فرنت اوف ذا ارم ولا فور ارم؟ مكتوب ارم، لا فرنت اوف ذا ارم، فرنت اوف ذا ارم هي للاسف هي مالهاش صوره، بس هو يعني بيبقى موجود، مش عارف مفيش صوره من قدام، بس يمكن مفيش، لا للاسف. يعني هو لو انت بصيت من قدام العضله اللي اسمها البريكيوراديالس ده اهي اهي، والحته ده الحته دي كده دي البراكيالس اللي هي ده اهي، فهو بقى هنا نايم في الحته دي الاول، فهو بنفسه بيبقى نايم هنا، فبيقوم مغذي البراكيالس والبريكيوراديالس وبيغذي الاكستنسور كاربيراديالس لونجس اللي هي ده اهي، بيغذي الثلاثه دول. وبعد كده بيتقسم لفرع سوبرفيشال وفرع ديب. الفرع الديب بيجي ينزل هنا كده في وسط العضلات دي في الفور ارم بقى. تيرمينال برانشز السوبرفيشال والديب اهو، الديب برانش اللي بنسميه البوستيرور انتر اوسيوس، السوبرفيشال هيغذي زي ما اتفقنا اللاترال تو سيردس بتوع الدورسم والدورسال سيرفيس اوف ثلاث صوابع ونص. الديب اللي اسمه البوستيرور انتر اوسيوس بقى اهو، دي العضله ده اللي اسمها السوباينيتور، دي السوباينيتور، فعمل لها ايه زي ما انتم شايفين، عامل لها بيرس بيعدي منها وبعدين بينزل كده، دي العضله دي اللي اسمها الابدكتور بوليسز لونجس، ودي الاكستنسور بوليسز بريفس، ودي الاكستنسور بوليسز لونجس، ودي الاكستنسور انديسز. دول العضلات اللي هي الديب بتاع الاكستنسورز، فهو هيغذي الاكستنسور كاربي رادياليس بريفس والسوباينيتور قبل ما يعدي في السوباينيتور. بعد ما يعدي في السوباينيتور هيكمل بقيه العضلات اللي هي الابد الاكستنسور. معلش انا بقول الكلام بسرعه لان الكلام ده انتوا خدتوه، وديجيتورم وكاربي النارس والابدكتور بوليسز لونجس والاكستنسور بوليسز بريفس وايه ولونجس والاكستنسور انديسز، دي اللي هي المجموعه اللي كانوا بيسموها الديب جروب. في الفور ارم ادي ارتيكولار للمفاصل، خلاص اي مفاصل قريبه منه. الانجري بقى وهو في الاكزيلا، معنى كده ان كل الحاجات اللي بيغذيها الراديال نيرف هتضيع. طيب ايه الاسباب دايما في الاكزيلا؟ بريشر اون بادلي فيتد كراتشز انتو الارم بت. يعني ايه كراتش؟ حد عارف كراتش يعني ايه؟ عكاز. اهو هذا العكاز، واحد عنده المفروض العكاز يبقى من هنا متبطن باسفنج او وات ايفر الحاجه اللي متبطن بيها، لا هو مش متبطن والشخص ده بيعمل كده كتير، فالضغطه دي زي ما انتم شايفين كده بتبدا تضغط على الراديال نيرف وهو في الاكسل. طبعا الحاله المشهوره اسمها ساتردي نايت بولسي، ساتردي نايت بولسي، ان الباشا ده قاعد بيشرب هباب خمره وبعد ما يشرب خمره بينام، وبينام على الكرسي كده بالمنظر ده، فالكرسي هيضغط على الايه الراديال نيرف، فبيقوم الصبح عنده ايه راديال نيرف انجري. المانيفيستيشن بقى العضلات اللي بتغذيها الترايسبس، يبقى يحصل باراليسيس للترايسبس والمساعده بتاعتها اللي اسمها الانكونيوس، يبقى الالبو مش هيحصل فيه اكستنشن فيبقى فيه فليكشن. All extensors of the wrist and the fingers are paralyzed. فهيؤدي إلى what's called wrist and finger drops. ال wrist وال finger بيقعوا. أهو نفس المنظر ده كده. Wrist and finger drop.
طب في الكوتينيوس هيحصل لوس اوف سنسيشن منين؟ الراديال غز ايه في الجلد؟ البوستيرير بارت اوف ذا ارم. البوستيرو بارت اوف ذا ارم والبوستيرو بارت بتاع الفور ارم واللاترال تو ثيردس اوف ذا دورسم والدورسال سيرفيس اوف 3 اند هاف فينجرز واللور لاترال برانش بتاع الارم. تاني اللور لاترال بارت بتاع الارم والبوستيرور سيرفيس بتاع الارم والبوستيرور سيرفيس بتاع الفور ارم وبعدين تلتين الدورسم وثلاث صوابع ونص الدورسال سيرفيس بتاعه اهو. كل الكلام اللي هو معمول باللون الاحمر زي ما انتم شايفين ده كل اللون الاحمر ده تابع لمين؟ للريديال نيرف. تابع للريديال نيرف. دي كده المنظر اللي اسمه ايه يا شباب؟ ريست وفينجر ايه دروب. ده الايد السليمه هيت وده الايد اللي فيها فينجر وريست دروب. ويستنج البارالايزد ماسل والديفورميتي اسمها ريست اند فينجر دروب. عايزين تقولوا البو وريست وفينجر مفيش مشكله بس هي المشهوره بريست دروب على طول. ريست دروب في الاختبارات دايما هتلاقيها جايه ريست دروب. طيب دي ايه يا شباب؟ فراكشر فين؟ فين كده؟ سبايرال جروف. ايوه في الشافت عند السبايرال جروف. اشهر حاجه بتعملها هي الوقعه دي. بني ادم يقع فيجي حرف الايه الارم كده يجي على حرف ترابيزه او حرف اي حاجه او اللي هي الدرابزين بتاع السلم فيقع الوقعه دي يقع من على السلم فيسند بدراعه كده بالطريقه دي فبيحصل فراكشر في السبايرال جروف. لما يحصل انجري للريديال نيرف هنا هيبقى زيه زي الانجري في الاكزيلا؟ لا هتكون اقل لانه الترايسبس. الترايسبس اخبارها ايه؟ هتتشل ولا هتبقى سليمه؟ سليمه. ترايسبس هتبقى سليمه. طب بالنسبه للكوتينيوس طبعا فراكشر السبايرال جروف زي ما انت قلتم ليجن اباف الترايسبس از نوت بارالايزد. يبقى نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في السلايد اللي فاتت بس الترايسبس سليمه والكوتينيوس اوف ذا بوستيرور اسبيكت اوف ذا ارم از سبيرد. البوستيرور بارت بتاع الارم سليم لان البوستيرور بارت اوف ذا ارم ده اللي هو اسمه البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم بيطلع من الريديال وهو في الاكزيلا عشان كده الجلد اللي ورا دي هيبقى تمام. يبقى هي زي اللي فاتت اكسبت الحاجتين دول. البوستيرور انتر اوسياس اللي هو ديب راديال هو بيلف يعني بيلف بطريقه معينه حوالين النك اوف الريدياس عشان يخش جوه السوباينيتور فلو حصل فراكشر اوف النك اوف الريدياس بيتقطع. اونلي فينجر دروب سلايت اكستنشن اوف ذا ريست باي الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس. الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس دي بتتغذى بمين؟ بالبوستيرور انتر اوسياس ولا بالريديال نفسه؟ الريديال نفسه بتغذى بالريديال نفسه عشان كده بتبقى سليمه فبتعمل شويه اكستنشن في الريست فلذلك العيان مش هيشتكي بريست دروب هيشتكي فينجر دروب لان البوستيرور انتر اوسياس بيغذي السوباينيتور والابدكتور والفليكسور ديجيتي مينيمي والفليكسور بوليسز لونجس والفليكسور بوليسز بريفس سوري الاكستنسورز اسف الاكستنسور سوباينيتور والابدكتور بوليسز بريف لونجس والاكستنسور بوليسز بريفس والاكستنسور بوليسز لونجس والاكستنسور انديسز كل دول بيشتغلوا والاكستنسور ديجيتورم بيشتغلوا على الصوابع عشان كده هيعملوا فينجر دروب وشويه اكستنشن بسيطه بالاكستنسور كاربي رادياليس لونجس هيمنعوا موضوع الريست دروب فالبيشنت ده هيبقى عنده فينجر دروب اونلي. السوبرفيشال طبعا السوبرفيشال بيغذي جلد فلو اتقطع نتيجه ووند هيبقى اللاترال تو سيرس اوف الدورسم والثلاث صوابع وايه ونص اللي احنا قلنا اللون الايه اللي هو الحته دي المنطقه دي. هذا منظر مين يا شباب؟ الريست الايه؟ الريست دروب. الصورة دي ايه؟ ها؟
هذه اللي incomplete core. ده كومبليت. مين اللي بيعمل الكومبليت كلو هاند انجري الايه؟ لور ترانك. لور ترانك. طب مين اللي بيعمل الانكومبليت كلو هاند او بارشال كلو هاند؟ النر. النر نيرف. دي ايه؟ ايب هاند. ايب هاند. مين اللي بيعمل الايب هاند؟ ميديان نيرف. ميديان نيرف. دي ايه؟ دروب لل ريست دروب. مين اللي بيعملها؟ راديال نيرف. طيب دي ايه؟ راديال نيرف. ده الفلات شولدر. مين اللي بيعملها؟ الاكسلوري نيرف. طيب دي ايه؟ وينج اوبسس كابولا. مين اللي بيعملها؟ لونج ثوراسيك. دي ايه؟ ارسبلاجيا. اربس باراليسيس. البوليسمان او الويترز مين اللي كان بيعملها؟ ترانك. انهي ترانك؟ الابر ترانك. ابر ترانك. ابر ترانك. دي ايه بقى؟ البوزيشن. ها؟ البونس. ايه رايكم؟ هذا البونس. سليم. ها؟ نوس البونس. هذا اللي ما يقدر يسوي الدكتور. يلا ركزوا كده فيه. هذا المفتاح اللي ما اقدر امسكه. اي صوره دكتور؟ اليد اهي دكتور. هذا اللي ما يقدر يعني بونس ماسل. بصوا كده للديستال فالانكس بتاع الاندكس والديستال فالانكس بتاعه الثامب هنا وهنا. هنا اخبارها ايه؟ فيها فليكشن ولا مفيش فيها فليكشن؟ فيها. وهنا فيها فليكشن ولا مفيش فيها فليكشن؟ فيها. طب هنا فيها. مفيش فيها. الحركه دي اسمها الاوكي ساين. عارفين انتم ما تقول لحد اوكي تعمل له الحركه دي؟ عارفين قصدي ولا ايه ولا؟ ايوه. يعني ما تعمل لحد تقول له بيرفكت تعمل له الحركه دي كده. الحركه دي ده هي العضله اللي هي بتعمل فليكشن للديستال فالانكس، مش اللي هي الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. بروفاندس. واللي بتعمل فليكشن للديستال فالانكس اوف ذا ثامب فليكسور بوليسيز لونجس. مين اللي بيغذيه؟ ميديان نيرف. ميديان نيرف. الميديان نيرف بنفسه ولا ابنه اللي اسمه الانتيريور انتر اوسيوس؟ ابنه. الانتيريور انتر اوسيوس. تمام. عشان كده ديت ذيس از انتيريور انتر اوسيوس نيرف انجري. مش هجيبها في الامتحان، مش هجيبها في الامتحان، بس احنا بس عشان نفكر مع بعض. ودي برضو ما اجيبهاش في الامتحان. دي اي حد يشوفها من الاول المنظر كده يقول دي ايه؟ شبه دي صح؟ النارس. صح ولا كلامي غلط؟ يعني هيقول دي بارشال كلو هاند مش كده؟ لا بس هنا ميتا كاربو كويس. نعم ايوه. دي مش انكمبليت هاند. امال دي ايه؟ دي بتحصل لما اقول للعيان اعمل فليكشن في الفينجرز. يلا حد ذكي بقى يقول لي دي ايه؟ هذا ايش اسمه عنده اصابه عند الالبو في الالنا نيرف. ايوه عنده مشكله في الاكستنسور ديجيتي. انا لما بقول له اعمل فليكشن لصوابعك للميديال فور فينجرز اللي هم الاربع صوابع دول، فراح عامل لي كده. قدر يعمل فليكشن لده للرينج؟ لا. والليتل الهاف. وما قدرش يعمل للاندكس والميدل. ها واضحه؟ ايوه 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 كده. معنى كده ان ان مين العضلات دي؟ دي مين اللي بيحرك الاثنين دول؟ الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. طب هنا الفليكسور ديجيتورام بروفاندس شغاله ولا بايظه؟ ما هي شغاله. ما هي شغال. ما هي شغاله. هي بتتغذى بمين؟ ميديا نير. بالميديا نير. معنى كده ان دي انجري لمين؟ الميديا نيرف. بس ما بتحصلش الا لما اقول للعيان اعمل ايه؟ اعمل فليكشن للصوابع. يعني اعمل قبضه ايد. معلش يعني دي البهوات النصارى عندهم الحركه دي، عندهم في بيسموها بندكشن. بندكشن يعني بندكشن يعني
البركه، عارفين البركه؟ يعني هما بيروحوا يطلبوا هناك من الاسيس بتاعهم او الشخص ده يطلبوا منه البركه، فبيعمل لهم بايده الحركه دي كده، يعني انت يعني ايه يعني، يعني خد البركه كده يعني، يعني فبيسموها بندكشن ساين. يعني انا مش هجيب دي في الامتحان ولا هجيب دي في الامتحان، انا ممكن اجيب لكم اي واحده من الصور اللي هي الاصليه بتاعتنا دي. واضح؟ واضح دكتور. هذا احنا ده يا دكتور ولا مين؟ نعم لا ده بعد ما سمعته، بعد ما سمعته الكلام اللي احنا سمعناه الوقت ده. اي سؤال؟ يلا still we have 5 دقايق لو في اي حد عايز سؤال. اتمنى اكون قدرت اجمع لكم الدنيا. والله جمعت يا دكتور كويس. دكتور ايش يعني not clinically recognized؟ يعني التيريز ماينور، التيريز ماينور بتعمل ادكشن، فانا عندي عضلات كتير بتعمل ادكشن، فلو هي اتشلت مش هتفرق معايا، مش هتبان على البيشنت. واضحه؟ يعني انا دلوقتي سي ان انا بقول لك ان انا عندي 5 عضلات بيعملوا ميديا روتيشن، واحده منهم اتشلت، هيفرق معاك في العيان في حاجه؟ وضحت؟ لا. انما لما اقول لك عضله واحده بس اللي بتعمل لاترال روتيشن، يبقى لو اتشلت العيان على طول اوتوماتيكلي هيشتكي يقول لك انا ما بعرفش اعمل لاترال روتيشن. وضحت كده؟ فكلمه كلينيكالي نوت ريكوجنايز يعني انا كدكتور ما بقدرش اشوفها، لان في عضلات تانية اجي اقول له اعمل ادكشن هيقوم عامل، لان في عضلات تانية كتير بتعمل ادكشن. دكتور تفضل. في حاله انت قلت انه راديال نيرف انجري انه هو يقدر يسوي يعني الريست كويس بس الاصابع ما يقدر يسوي لها، اللي هي البوستيرو انتر اوسياس نيرف، البوستيرو انتر اوسياس نيرف هيعمل فينجر دروب، انما الريست هيبقى فيه شويه اكستنشن عشان العضله اللي اسمها الاكستنسور كاربايرا ديريس لونجس اللي انا كنت قايلها لكم في السكشن اكريل. فين بدر؟ عشان بدر كان بيزعل لما بقول الاختصارات. موجود ولا مش موجود؟ شكله مش موجود. يلا غيره. دكتور دحين النيرف دامج كله ما له علاج صح؟ لو انا في البدايه زي ما قلنا كده، لو انا اكتشفت ان النيرف اتقطع بدخله العمليات وبخيط النيرف. ايفن لو في بعض الاحيان ممكن اخد حاجه اسمها نيرف جرافت، يعني اخد حته من نيرف كوتينيوس اركبها في النيرف الاساسي بحيث ان النيرف يشتغل، والحاجات دي شغاله كويس، والجراحين اللي بيعملوها بتوع المخ واعصاب، جراحه المخ والاعصاب اللي هو نيورو سيرجري. لو انا عملت الكلام ده ان شاء الله الامور بتبقى كويسه، انما للاسف ان معظم الحالات ما بتكتشفش، فعشان كده دايما ما بيبقاش فيها للاسف ملهاش علاج يعني. ولذلك احنا بنقول ديفورميتي. كلمة ديفورميتي يعني ايه؟ يعني تشوه خلاص يعني. تشوه يعني للأسف يعني. فالمفروض وعلى فكرة انتوا هتلاحظوها كتير وانتوا ماشيين في الشارع، يعني لو خدتوا بالكم انتوا ماشيين في الشارع هتلاقوا الكلو ده كتير جدا. حد شافه؟ انا شفته. يعني هتلاقي واحد كتير جدا تلاقيه ماشي، حتى هتلاقيه ضامم ايده كده ومدريها، هتلاقي دايما حاططها على صدره وهو ماشي عشان ما حدش ياخد باله منها يعني. فدايما بتلاقيها موجوده كتير جدا يعني. الريست دروب مش هيبان الا لو انت قلت بيديك حاجه، يعني انت متخيل ان في واحد بيديك حاجه فتلاقي ايده الريست واقع كده، انما لو هو عادي ما بتاخدش بالك منه. الايربس موجود كتير في اطفال كتير، وبتلاقيه وتلاقي الطفل ماشي يعني حاطط ايده جنبه كده واخد التب اللي هو البوليسمان تب بوزيشن ده وهو ماشي. ايه تاني؟ طيب دكتور لهم من الولاده التوليد يعني يلتئم بعدين بتاعه الولاده، لان الحمد لله ما بتوصلش لدرجه القطع، بنسميه تراكشن يعني شد، بس يعني حصل شد في النيرف. ولذلك لما انا بكتشفها بيجي دور بقى الجماعه بتوع الفيزيوثيرابي بتوع العلاج الطبيعي، فبيعملوا تمارين للطفل ده وانا ببدا اخد بالي هل النيرف اتقطع ولا لا. فالنيرف الحمد لله لو بس مجرد تراكشن الامور بتمشي ان شاء الله مع العلاج الطبيعي والطفل ده بيتحسن وبقى كويس جدا، انما برضو للاسف زي ما اتفقنا بيتساب، للاسف هو بيتساب. طب الدكتور يتحاسب اللي ولده؟ طبعا.
أو ده خطأ طبي ناتج عن مش خطأ خارج عن إرادته. يعني أنت ما عملتش إيفالويشن للحالة كويس. تمام؟ إيه تاني؟ تفضلي. بعض الأحيان لما يجي الشخص ينام وينام على يده، يصحى من النوم يلاقي إنه في بيد زي نام نفس. هذا الشيء يسبب إنه ضغطنا سوي في بريشر على نفس النيرف. أنت عشان ضغطت على النيرف. سواء بقى نايمة على، يعني مثلا أنت نمتي لفيتي دراعك ونمتي عليه، فبتضغطي على نيرفز، معظم النيرفز بتتأثر، فتلاقي دايما إيه النيرفز هتدي تنجلينج ونامبنس اللي هو تنميل وخدلان زي ما بنقول. الأرتريز بتدي زرقان، يعني ألاقي إيدي ساقعة إيدي باردة وألاقي صوابعي وإيدي زرقة، فمجرد إن أنا ببدأ أحركها شوية خلاص الأمور الحمد لله بتمشي وتبقى الدنيا كويس. تحصل لنا سواء في دراعنا او في رجلينا واحنا قاعدين على الكرسي، بالذات لو قاعدين على كرسي خشب وضغط على حرف رجلي فبيبدا يحصل برضو ايه تلاقي تنميل في رجلي. نيكست يا شباب. دكتور كل ما كان يعني مكان الاصابه، يعني مثلا زي حق الراديال نيرف لما كان الاصابه في الاكزيلا هو يعني كل الاشياء اللي يغذيها يصير لها المشكله هتبقى اكبر، يعني كل مكان المكان يعني ناس أعلى هتلاقي ما يبص كل مكان المكان أعلى كل ما المشكلة كانت أكتر، ما عدا الألنر نيرف هو لما بيبقى أعلى الكلوينج بيقل، عشان كده بيسموه ألنر بارادوكس. كلمة بارادوكس يعني على خلاف المتوقع، معناها كده بالعربي. المفروض إن أنا لما بطلع فوق العضلات كمية تتشل أكتر وبالتالي الديفورم تتزيد، لان المشكله دي في الالنر نيرف الوحيد ان الديفورميتي شكلها بيقل لما يكون المشكله فوق، انما لما يكون المشكله تحت الشكل بتاعها بيزيد، عشان كده سميناها الالنر بارادوكس. انما بقيه النيرفز كلها كل ما نطلع لفوق المشكله تبقى اكبر. ايه تاني يا شباب؟ اتفضل. في حد كان بيتكلم وفصل؟ عندي سؤال بس ماله يعني ماله داخل في المحاضرة ولا شيء من هذه الأشياء. اتفضل. إيش الفرق بين النيوروسيرجن والنيوروكونسلتنت؟ لا، النيورولوجي أو النيوروكونسلتنت والنيوروسيرجن. النيوروسيرجري ده جراح، يعني أي عمليات في المخ، عمليات في السباينال كورد في الحبل الشوكي، عمليات في الأعصاب هو اللي بيسويه، ده نيوروسيرجن. لا قدر الله أورام في المخ مش عارف ايه كل الكلام ده، انما النيورولوجي او النيورولوجي ده حد بيشتكي شكوى معينه، يقول لك انا عندي مشكله في الاعصاب، عنده مشكله حاسس باعراض معينه، عنده شلل في بعض العضلات، عنده ضعف في عضلات، فيبدا يروح للدكتور بتاع النيورولوجي ويبدا الدكتور النيورولوجي يعالجه. في بقى نيوروسايكاتري، انت عارفين السايكاتري بقى اللي هو ده دكتور الايه الامراض النفسيه والعصبيه، حد عنده انكزايتي، حد عنده ديبريشن، فدول التلاتة خاص تلاتة مع بعض بيسموهم نيورو ساينس. تمام، واضح الفرق بينهم؟ ايوه واضح يا دكتور. في واحد رابع بقى اسمه سايكولوجي، بس السايكولوجي ده نون ميديكال، يعني ده اللي هو بيسموه ايه سلوكيات، اللي هو حد مثلا عنده سلوكيات معينه فيقول لك ايه والله إيه. زي انتوا عارفين بقى الناس اللي طالعين اليومين دول بتوع اللايف كوتشنج وما اعرفش ايه والكلام ده، يعني فبيبداوا يلعبوا على الحتت دي شويه على السايكولوجي ده. ايه تاني يا شباب؟ اتفضلي. بالنسبه للاوسكي كيف حتجيني البريكر بلكسس؟ انا البريكر بلكسس لو جبتها اجيبها صوره. ايوه يعني انا هجيبها صوره واجيب لك مثلا صوره واقول لك والله مثلا ايه بوينت 2 مثلا الالنر نيرف. طيب وبعد كده اسال السؤال اللي بتاعته منشن اتس روت، قولي لي الروت فاليو بتاعته. بعد كده اقول يعني الروت فاليو يعني تقولي لي سي 8 وتي 1. بعد كده اقول لك ايه الديفورميتي اند ديمونستريت اتسلف اون يور سيلف، ديمونستريت ات ان يور سيلف، وريني تقولي لي اسمها، تقومي قايله لي بارشال كلو هاند اقوم اعطيكي درجه، تعمليها اديكي درجتين.
يعني ده لو جبت اسئله في الحاجات دي هتبقى في شكل صوره، لان ما عندناش عينات في الكليه بتبين الحاجات دي، ما فيش عينات بتبين البريكر بلكسس والحاجات دي. ايه تاني يا شباب؟ دكتور عندي سؤال. اتفضل. لو صار اترفي للمثل هل نقدر نرجعها طبيعيه زي ما كانت ولا لا؟ ما انا اقدر انا ما اقدرش ارجعها طبيعيه طالما النيرف باظ، انما اقدر احافظ عليها عن طريق اللي هو الجماعه بتوع الفيزيوثيرابي اللي هو التاهيل الطبي. انا لو وصلت لمرحله الاتروفي ان العضله بدات تتحول الى فايبرس تيشو، ما خلاص انسى، ما لا يمكن ترجع تاني. اتفضل دكتور عندي سؤال. اتفضل يا دحين في حالات الاطفال يعني مثلا عمرهم شهر او شهرين، لما يحصل يعني يمكن يحملوهم طريقه غلط من عند الاكتاف او شيء، فيقولوا عنه زي انه تمسك او خلع، يعني هذا كيف يكون؟ يعني تتأذى النير نفسها ولا لا؟ لا لا، دي بتبقى العضلات والاربطه. ممزوق مش كده الكلمه دي اللي عايز تقوليها؟ ايوه. دي حد اشتال الطفل غلط فيبدا الطفل يبكي كتير وكده، فالواحد ما يمسكه يبدا يعني يشوف الطفل، دي بتبقى العضلات او الاربطه. فلذلك انا لما اشتال طفل صغير لازم ابقى ماسكه بطريقه معينه وفارد صوابعي على ظهره ولازم ابقى راسه، لان الطفل ما بيقدرش يعمل هيد سبورت، يعني ممكن تلاقيه يقوم نايم بدماغه لقدام او لورا، فده بيعمل له مشاكل. فاي حد لازم يشتال طفل لازم يبقى متحكم فيه وماسكه بطريقه معينه. يعني المفروض ان لو ام جديده، طبعا الكلام ده بيحصل بره للاسف ما بيحصلش عندنا، يعني بيعلموها ازاي تشتال الطفل، بيجيبوا لها دول اللي هي عروسه ويمسكوها ويقول لها ازاي تشتليه وازاي تقعدي وازاي تحركي بيه وازاي يعني السيتنج بتاع الرضاعه نفسها كمان بيعلموها. انما للاسف عندنا الكلام ده ما بيحصلش، بيعتمدوا بقى على خبرات الستات مع بعض، يعني انه يقول لك والدتها هتعلمها ولا اختها الاكبر هتعلمها. بس لو حصل المزق ده ما فيش مشكله، بيقعد يعني بتاع اسبوع والطفل بيبقى كويس. يعني دكتور عندي سؤال على ذا السؤال. اتفضل يا حبيبي. دكتور عندنا يوم يجي يعني الطفل مولود جديد يمسكونه كذا يعني عارف يمطونه. انا العاده دي يمسكوه يمطوه. هل هذا شيء صح ولا لا؟ والله حبيبي انا مش عارف ايه الفكره فيها لحد دلوقتي. يعني بص، هو في حاجات تراديشنال كده بتحصل ما تفهمش ايه سببها، يعني ولو جيت تتكلم فيها يعني ايه الفايده ما يردش عليك. طب انت بتعملها ليه؟ طب انت ممكن تاذي الطفل. ولو فيها فايده يعني خلاص يعني، ما هو لو فيها فايده اهلا وسهلا، انما انت بتعملها ليه؟ ده ايفن ان انا اعرف حد كان بيمسك الطفل من يعني من دراعاته ويقوم شده مطيره في الهواء كده ويقوم ماسكه من رجليه. يعني انا مش فاهم يعني ما اعرفش يعني ليه، ايه الفكره في كده؟ ما اعرفش يعني، ما مش شايف لها حاجه ميديكال خالص. يعني يقولون عشان لو جاء واحد مثلا وشاله بطريقه غلط يكون مثلا متعود، ما لا إيه متعود من ايه؟ متعود من ايه؟ انت عارف انت لو في ايدك يعني طفل عنده سنتين وبيمشي وبعدين مثلا جه يقع ورحت انت شده جامد، بتخلق له المفصل بتاعه، بتخلق له الشولدر او بتخلق له القلب، كتير جدا جدا هتشوفوها لما تتخرجوا. ايه فاي تعامل لازم يكون بحنيه مع الطفل، يعني ما ينفعش ان انا اتعامل معاه بقوه ولا بعنف، لان عضلاته ضعيفه والعظم بتاعه نفسه. خدته اللي هو السؤال اللي انتم معترضين عليه وزعلانين منه، الاوسيفيكيشن اللي هو الاندوكوندرال اوسيفيكيشن والكلام ده، فيه ايبيفيسز وفيه ديافيسز وبينهم كارتليج، فممكن يحصل سليبد ايبيفيسز، يعني الايبيفيسز يتخلع من مكانه، لان لسه الولد بالبلدي كده زي ما بنقول في مصر الولد عظمه طري، فما ينفعش ان انا اتعامل بالطريقه دي. اي تمام، يعطيك العافيه دكتور. زي برضو كتير جدا برضو تخرج يقول لك ده سقف الحلق واقع، سمعتوا الكلمه دي؟ لا جديده. يعني يجوا يعني تلاقي ست تقوم جايه مدخله صباعها كده، تدخل صباعها في الماوس وتقوم ايه عامله بريشر على البلت اللي هو سقف الحلق الفوق، تقول لك اصل هو كده انا كده رفعت له سقف الحلق. يا سلام، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه في احسن صوره، انت اللي هتيجي ترفعي له سقف الحلق؟ انا يعني انتوا متخيلين ان انا في العياده كان مثلا تيجي فما كنت ازهق يعني في بعض الاحيان من الستات الكبار بالذات، فاقوم ايه وانا بكشف، فبنكشف بخفض اللسان، فتقول لي يا دكتور ارفع له سقف الحلق، اقول لا انا رفعته له، انت مش شايفاني كنت بكشف بخفض اللسان؟
او بتبقى ماشي مبسوط خلاص. بس انت يعني هتعمل ايه يعني؟ ما يعني في حاجات كتير جدا جدا هتشوفوها لما تخرجهم وما بتبقاش عارف تتعامل مع البيشنت ازاي. لما بيشنت يكون عنده كيلويد، عارفين الكيلويد ولا مش عارفينه؟ اللي هو لما يحصل عنده جرح، يحصل جرح تلاقي الجرح كبر علة، يعني السكار اللي هو الندبة بتاعت الجرح كبرت، يعني ده مفروض ان هو يحافظ على نفسه من الجروح ولا يعرض نفسه للجروح؟ يبعد نفسه عن اي حاجة تعمل جرح. يقوم الباشا ده يروح يكوي، يعمل كي، فالكي يعمل جرح زيادة، يعمل كيلويد اكبر. يعني انا مش فاهم، وما لو جيت تقنعه مش هيقتنع. دكتور الكي دائما سلبي في كل الحالات ولا في؟ ما هو يعني بص يا حبيبي، احنا مشكلتنا انت بتاخد حاجه اسمها اي بي ام ليه؟ عشان وضحت. اديني الدليل العلمي القاطع لما تفعله. حلو الكلام. الحبه السوداء شفاء لكل داء، صدق رسول الله، صح؟ صح. بس هاخدها ازاي؟ وضحت ولا ايه؟ ازاي يعني ازاي دكتور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بتتاخد ازاي؟ لا، ما هي دي المشكله بقى. هل اخدها مع الاكل ولا اطحنها واخدها ولا اخدها زيت؟ وضحت انا قصدي ايه؟ فالناس بقى اللي بتمشي ورا الكلام ده هي شفاء لكل ده. يا سيدي والله انا راجل مؤمن وبقول لك تمام، ما عنديش مشكله، بس هاخدها ازاي؟ اعمل لي بحث علمي. مطلوب منك كبني ادم مسلم ان انت تعمل بحث علمي في هذه الاجزاء وتثبت هذه الاجزاء بدون تحيز. واضح؟ عشان انت مسلم فبتبقى متحيز، اي نتيجه تطلع ده بتعالج الكبد، ده بتعالج كذا، ماشي، بس بالراحه زي ميه زمزم. طيب ماشي، ازاي انا بشربها؟ خلاص، ازاي بتعالج؟ انا مش عارف، كلها كلام وكلها نظريات. على فكره انتوا هتاخدوا الكلام ده السنه الجايه في البروفيتك ميديسن، عندكم كورس كامل اللي هو الطب النبوي، هتشوفوا حاجات كتير جدا، والقسط الهندي والكمأة ومش عارف ايه وايه، حاجات كتير جدا جدا. طب ماشي انا هستعملها، بس هستعملها ازاي؟ وايه الايفيدنس بتاعي؟ وهل في فعلا نتيجه منها لما بستعملها بالطريقه دي ولا انا بستعملها بطريق خاطئ؟ العسل، هو انا ايه اللي ضمنني العسل اللي انا باخده ده انه عسل سليم؟ صح؟ صح دكتور. يعني في فيديو لحد من تجار العسل الكبير في السعوديه هنا قال لك ان معظم العسل اللي بيجي ده عسل معمول في مصانع او معمول في معامل. سمعتوا انتوا الفيديو ده؟ حد شافه؟ لا والله ما شفته. في حد تاجر سعودي كبير بتاع عسل مستورد قال لك ان العسل معظمه اللي بيجي معمول في معامل، مش عسل طبيعي. وبالتالي لو انا اديت زي مريض كده اقول لك ايه، لا انا عندي سكر، انا اخد عسل، العسل ما بيضرش. ازاي يعني ما هو يعني تداو، فان الله خلق الداء وخلق الدواء، فاذا صادف الداء الدواء برئ باذن الله، صدق رسول الله. يبقى لازم اخد بالاسباب وابقى عارف دي ايه، ولازم ان ده يصادف ده عشان يتم العلاج. فهي دي، انتوا هتشوفوا حاجات كتير جدا زي دي، فلازم تبقى انت عارف. عشان كده احنا بندرس لكم الطب النبوي، عشان كده، عشان تقدر ترد على البيشنت. يعني هو بيقول لك انا هتعالج مثلا بالحبه السوداء، والله انا ما عنديش مشكله يا حاج، خد الحبه السوداء، بس هتاخد العلاج كمان. فلازم تقنعه ان ياخد العلاج وياخد الحبه السوداء، ما عنديش مشكله، الحبه السوداء مش هتضر، هتنفع، بس ما ينفعش لوحدها. فاهمني؟ انت عندك ضغط، عندك سكر، يقول لك انا عايش على انا شفت حاجه هنا من يوم ما جيت، مثلا اول واحد كان بيغسل لي السياره فلقيته بيقول لي هو كان باكستاني، فانا كنت جاي جديد ومش عارف، بيتكلموا بلغه غريبه كده انا مش فاهم اللغه بتاعته، فلقيته بيشاور لي على ودنه، فانا كشفت على ودانه وبصيت بالمنظار في ودانه، فلقيت فيه التهاب رهيب في ودانه. فانتوا متخيلين كان بيحط ايه في ودانه؟ عسل. لا ما بيحطش عسل، يا ريت عسل، يحط زيت زيتون. طبعا زيت الزيتون دمر له طبلة ودانه وعمل له التهاب شديد جدا جدا جدا. ايه علاقة زيت الزيتون بالودان؟ فاهمني؟ زيت الزيتون هيعالج حاجات تانية. يعني زيت الزيتون بتنفع والله يا دكتور؟ لا ما بتنفعش. انا ظبط. احترام. انا هو غلط بس ما ادري يعني انا التهاب
في التهاب ما ينفعش. طب مو المفروض يا دكتور عشان انا اعرف الدواء هذا كويس ولا لا انه اشوف البيشنت زبط معاه ولا لا؟ الله ينور عليك. ومش وان بيشنت يا حبيبي، ومش وان بيشنت. وصلت؟ ايوه. يعني انت مثلا بتقول لي زيت الزيتون زبط معايا، معلش معلش انا اسف، انت مش يعني يعني استامل. ما انا بقول لك انت بتدرس الاي بي ام عشان كده، احنا واحنا طلبه ما كانش عندنا حاجه اسمها اي بي ام. فدلوقتي لا، هو ده ريلايبل، ما هو ده الكلام، مش ده الكلام الالفاظ اللي احنا بتقعد تتقلكوا في الكيسز. هل الريسيرش ده ريلايبل ولا نون ريلايبل؟ كام بيشنت عملتها على كام واحد؟ ده انا عملتها على 2. لا اسف، ما ينفعش، ما اقدرش اعتمدها. فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني هو عشان عشان يعمل دواء معين. هقول لكم على حاجه بسيطه قوي. موضوع الكورونا اول ما طلع الفاكسينيشن، الناس كلها مش كانت معترضه عليه؟ واول ناس كانت معترضه الاطباء. ليه؟ ايوه ليه الناس كانت معترضه؟ حاجه جديده ومش مثبته، ومش مثبته صح، فكله خايف. انما لما اقول لك شلل الاطفال، لا شلل الاطفال ده اثبت على العالم كله، منع شلل الاطفال وعمل 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 حاجه ريلايبل. لا يبقى لازم الطفل ياخده. على فكره انتوا هتيجوا هتلاقوا ناس ما بتديش التطعيمات. انا بقولها لكم اهو، هتلاقوا ناس بعد كده يقول لك لا انا ما اديش التطعيمات، انا بدي حاجات ضاره لابني واضره واعمل له مشاكل وادمر له جسمه وادمر له مش عارف ايه. طب هتعمل ايه؟ انت عارفين بره واحد. انت عارفين بره اللي ما بياخدش التطعيمات بيحاسب، وممكن توصل لمرحله ان الطفل يتاخد منه بحكم محكمه، الطفل ابنه يتاخد منه. فيعني هناك في بروتكشن للطفل برغم مساوئهم وكل البلاوي اللي عندهم، بس في عندهم قوانين لازم تحترم ولازم تتنفذ. الله المستعان. يعني احنا عشان نحكم على حاجه زي ما انت اثرت النقطه دي كده، لازم اثبت ايفيدنس بيزد ميديسن، مش عشان انا جربت حاجه. يعني اقول لكم حاجه بسيطه قوي، انا شخصيا مثلا كان عندي نحل في مصر، كان ناس كتير جدا جدا بتيجي الوالده الله يرحمه عشان يتقرصوا لدغ النحل ده، كتير كانوا بيجوا. فانا عادي كانوا يجي يا دكتور اياد هو بيفيد ولا ما بيفيدش؟ اقول له انت حاسس بحاجه؟ يعني حاسس بمشكله عندك ولا انت حاسس ان الوجع؟ يقول لك انا والله ركبتي الوجع راح. فبنقعد شهر كده من غير وجع وبتاع. اقول له طب وبعد كده الوجع بيجي؟ يقول لي اه. اقول له ماشي، ما هي مش هتعالج المرض، هي بتشيل لك الوجع، كاونتر اكتنج زي ما بنقول عليها، كاونتر ايرتنت، هي شالت لك الوجع. بس انا اقول لك انت متحمل القرصه وبتشيل لك الوجع لمده شهر وبتفضل قاعد من غير علاج، اتس اوكي، ده جميل جدا كويس، لان هي مش هتضرك وفي نفس الوقت بعدتك عن النون استرويدال اللي هي المسكنات، وانت مرتاح في كده. انت كل مشكلتك ان الوجع، انما الغضاريف اللي جوه باظت خلاص، انت عندك خشونه في الركبه ومفيش ملهاش حل، خلاص وصلت المرحله هي كل الحكايه ان احنا بنشيل لك الوجع. زي فكرة قربة المية السخنة، لما أنا بجيب قربة مية سخنة إيه الفكرة بتاعتها؟ حد عارف فكرتها إيه؟ المراهم اللي هي بتاعت اللي هي المراهم بتاع البرد عارفينها؟ عبارة عن إيه؟ أيوة القربة صح؟ اللي ميه بارده. قربة الميه تحط ميه بارده وبعدين ميه سخنه والكلام ده. الفكره بتاعت المراهم، مراهم البرد بيبقى فيها شطه، ده شطه. ايوه الشطه. تعمل ايه في الجلد؟ تحرق الجلد، في حرقان في الجلد، فالحرقان يضيع له الايه؟ عارفين انتوا فكره فكره هتاخدوا البين ده ان شاء الله السنه الجايه، هتاخدوا ان في فكره الايه، يعني اللي هو إلهاء المخ ببساطة خالص، زي الستات كده لما دخلوا في قصة سيدنا يوسف كده، وقد فقطعنا أيديهن لما بصوله، مش ده اللي حصل؟ ايوه صح، لما بصوله والمخ بتاعهم انشغل بيه قطعوا ايديهم وما حسوش. وفي حد من الصحابة كان قطعوا له رجله، فقال لهم يعني فعايزين يسقوا خمره عشان يتخدر، فقال لهم لا انا هصلي، فلما اخش في التشهد اقطعوا رجلي.
يعني شوفوا قمة تركيزه وخشوعه لله سبحانه وتعالى نساه ان في رجل، فهي ده مخنا كده، هي دي الفكرة. قرص بالنحل فالنحل يبدأ يعمل ايه؟ وجع، الوجع ده يلغي الوجع التاني، فالمخ يبدأ يلغي الايه؟ يلغي الوجع اللي هو بتاع الركبة وزيادة كمية الدم اللي راحة و و و وكلام الكلام ده. ماشي يا اخوانا عشان احنا طولنا. اي سؤال؟ ديك العافية. يا الله استودعكم الله جميعا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.